الريان ارفعوا لفوق 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 يا مسرح اليوم في السماء واذكر باسمك مجدي يا لفوق لفوق نرفع الليلة وكل ليلة ونهار كأس الجيش كأس من غار وعز وشهادة وفخر لأبطال وجنود وأفراد يزرعون أجسادهم أرزا وصخرا ومجدا في كل جرد وواد وفي تلال وربا هؤلاء هم الذين يسيجون أرضنا وهويتنا وأيامنا بسياج من كرامة ونصر أنتم الذين بالدمع اعتمدتم وبالنار قاومتم وبالشهادة حفظتم وطنا وشعبا أنتم أهل الشرف والتضحية والوفاء لكل واحد منكم تعظيم سلام وألف تحية على اسمكم نطل الليلة في حلقة خاصة مباشرة من سرايا بعبدة حلقة من ثلاثة أجزاء في الجزء الأول أستضيف العميد الركن هشام جابر العميد وهبي أطيشة وإلي فرانسوا الحاج ذكريات تجارب حكايات وشهادة في الجزء الثاني أستضيف أهالي عدد من شهداء الجيش في عرسال وعبرة وبحنين وأيضا أهالي العسكريين المخطوفين وفي الجزء الثالث الفن والغناء للجيش والوطن مع الشاعر نزار فرانسيس المطربة باسكال صقر والمطرب معين شريف وخلال هذه الحلقة رح نتوقف أيضا مع بعض المحطات مباشرة من سن الفيل حيث المهرجان الذي يقام لمناسبة عيد الجيش أهلا وسهلا فيكم حضرة العميد الركن هشام جابر حضرة العميد وهبي أطيشة وإلي فرانسوا الحاج العزيز خير. والغالي عتبي عليك ما أنا ركن كمان ركن ركنين ركن كبير وعلمنا بكلية الأركان الأركان كلهم معنا اليوم باش الحال قبل ما بلش الحوار بدي أتوجه بالشكر إلى محافظ جبل لبنان منصور ضو يلي أعطانا الإذن أنه نطل الليلة مباشرة من أمام سرايا بعبدة هذه السرايا التراثية والأثرية وإلى رمزية للمكان لأنه هاي جارة وزارة الدفاع وجارة قصر بعبدة وإلى رمزية مؤلمة إلي لأنه بالقرب من هذا المكان استشهد اللواء فرانسوا الحاج ورح نحكي أكثر عن هذا الموضوع بداية بدي انطلق معكم حضرة العميد الركن هشام جابر وحضرة العميد الركن وهبي على ركن مرة لك شيلة خطبنا كيف ما بتريد بدنا نحكي بدي اخذ من مشهد اليوم يعني احتفال اليوم عيد الجيش هذه السنة اخذ طابع او رمزية خاصة ومميزة بعد سنوات الفراغ الرئاسي اليوم استعاد هذا العيد رونقه بوجود رئيس للجمهورية بتسليم السيوف بكل هذه الرمزية وكل هذا المشهد الذي رافقناه طوال هذا اليوم صورة اليوم ماذا تقول لك؟ يعني أولا مثل ما ذكرت أستاذ جورج بعد هذا الفراغ الرئاسي أنا شعرت اليوم أنه يعني رجعنا في هذا الوطن إلى الوضع الطبيعي بوجود فخامة الرئيس اللي هو كان قائد الجيش فترة طويلة وخاصة بتعيين قائد الجيش العماد جوزيف عون يلي فعلا منذ تعيينه أنا من الناس اللي أعيد إليهم الأمل في تقدم هذه المؤسسة العسكرية اللي نحن ما بدي أحكي كتير عواطف وشعر حبها بيسري بدمنا هي عمرنا قضينا فيها هي مدرستنا هي الثقافة هي أثرت على سلوكنا هي اللي مننظرها دايما بنظرة الخوف عليها والاطمئنان على الوطن من خلالها على كل حال هيدا العمر يلي مضيتوه أنا هو موضوع
هالجزء من هذه الحلقة، لأنه ما بدي أحكي معكم سياسي وما بدي أحكي، ولكن لابد أنه نبلش بأول كم دقيقة أكيد. بدي أحكي عن ذكرياتكم بالمدرسة الحربية، بالمؤسسة العسكرية، عن هذه التجربة. عميد أطيشة، يعني نفس السؤال اللي بدي أنطلق فيه، هو هذا المشهد اليوم بشو حسيت؟ يعني شو حسسك هذا المشهد اليوم؟ أول شيء بدي بهالمناسبة، أنا هذا اليوم هو ذكرى 50 سنة على تخرجي من المدرسة الحربية. إيه؟ اليوم على الأد. إيه؟ إيه؟ بدي وجه تحية. هيك فضحت عمرك كمان، إنه مش لا عمري كبير أكيد يعني. بدي وجه تحية لرفقاتي ولهالشهداء يلي استشهدوا على أرض الوطن. هلأ اليوم لما بتشوف هيك، هيدا بيرجع إذا بدك المعنويات والفخر والاعتزاز لأي ضابط بده يتخرج من الجيش. كون أكيد أي ضابط بيتخرج من الجيش أعز يوم عليه هو هذا اليوم، هو التخرج. هلأ هالفراغ، الفراغ كان قاتل، مشان هيك كان قاتل على هؤلاء الضباط يلي يمكن تخرجوا ما سنحت الفرصة أنه يستلموا سيوفهم، لأن الجيش والضباط هي معنويات. يعني إذا بتخدها من الناحية المادية بتلاقي كل الضباط ماشي يعني ماديا، إنما هالمعنويات اللي بيعيشوا فيها وهالاعتزاز وهالفخر أنه هو إذا كان بعرسال ولا بنهر البارد ولا على حدود الجنوبية بالأحداث، أي ضابط أو عسكري بس يعرف أنه بيشعر باعتزاز عندما بيحس انه هو في ملايين اللبنانيين وراه هلا عينهم عليه وعم بيطلعوا فيه، لانه عم بيأمن لهم السلام والامن والاستقرار الاقتصادي والازدهار. هيدا بيخليه اذا بدك يعيش هيدي هالقساوه بالحياه، ويعيش يمكن هالقله الماديه بالحياه. ليه؟ لانه بيعيش على المورال كل حياته. لذلك بتلاقي اللبنانيين، وهذا بالفعل ظاهرة كتير 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 جيدة بلبنان، أنه الشعب اللبناني كله يحيط هذا الجيش بهذه الرعاية، لأنه بيعرف قد ايه دور الجيش مهم بلبنان، وخاصة بلبنان. بجيوش العالم لما جيش بيهزم بتحتل البلد، بس مع الأسف بلبنان إذا الجيش انهزم بيتفكك الدولة ككل، ما بيضل شيء. لذلك بتلاقي كل اللبنانيين وكل المجموعات السياسية بيحتضنوا هذا الجيش وبيدفعوا له كل شيء. بس هون في بعض علامات الاستفهام، أو في بعض الأخذ والرد حول هذه النظرية، وإذا فعلا الكل يحتضن الجيش، إن كان الطبقة السياسية أو إن كان الناس. يعني احتضان الجيش يتطلب الجدية بتسليحه، يتطلب الجدية بصرف اعتمادات لعناصره وللمتقاعدين قاعدين منهم وللي قدموا تضحيات، وبإنصاف في سلسلة الرتب، بإنصاف في كل الأمور. يعني هذا موضوع للنقاش رح نقشه معك، بس بدي أضيف كلمة. ايه؟ بس بالنسبة للمتقاعدين أكيد مثل هود اللي عم بينزلوا على الساحة وعم بيطالبوا، كلياتنا معهم، بس أملنا كبير هلأ بفخامة الرئيس يلي هو كان قائد جيش ويلي هو لازم يرعى هالحقوق. قبل ما نجاوب على الباقيين، على بقية النقاط، يعني كل أملنا بفخامة الرئيس أنه هو يعطي هالحقوق للمتقاعدين. نعم، باقي النقاط رح نقشها معكم، وبدي أرجع معك لخمسين سنة لورا، وبفتكر وقتها الرئيس شار الحلو هو اللي أعطاك لهذا، لأنه بالسبعة وستين كان الرئيس شار الحلو. بدي أرجع بهالذكريات لقبل، بس خليني أقول لإلي فرانسوا الحاج، اليوم أنت عم تحضر هذا النهار، عم تحضر هذا العرض، ما في لزوم اسالك شو المشهد او شو الصوره يلي تذكرتها، لانه اكيد صوره الوالد اللواء الشهيد هي اللي كانت طاغيه على كل نهارك وعلى كل يومياتك. اللي اكثر شيء بشو تذكرت فرانسوا الحاج اليوم؟ يعني يمكن هالسنه بتختلف عن كل السنين الباقيه، حتى السنين اللي كان فيها رئيس جمهوريه قبل، لانه بتحس بالشغف بعيون الضباط اللي ما كنت عم بتشوفه كثير بالفترات السابقة، بتحس بالإيمان اللي عم بيتجدد بالمؤسسة العسكرية. يعني لأول مرة ما بقدر أقول لك، يعني هذا إحساس قد ما قدرت أحكي عنه ما بقدر أفسره، بس في إحساس داخلك بيقول إنه اللي بده إياه فرانسوا الحاج أو اللي مات كرماله فرانسوا الحاج عم بتشوف شيء منه اليوم، عم بتحس فيه اليوم بكل لحظة بكل دقيقة. ما بقدر فسره بالطبيعي لأنه الإحساس أكتر من الطبيعي. طبعا أنا كل يوم بشوفه لفرانسوا الحاج، كل يوم بحس فيه، كل يوم بتطلع بشوف صورته ببدلته بعنفوانه بكرامته، وبتصور كل ابن شهيد بحس هالشي. يعني اللي ما تبين اليوم كيف بتعايده إذا كان عم بيسمعك وإذا كان عم بيشوفك
وإذا كان كلامك رح يوصله شو بتقول له اليوم؟ بقول له نام وأنت مرتاح، نام كرير العين، لأنه الأحلام الكتير اللي أنت حلمين فيها جزء منها بلش يتحقق. طبعاً حلم فرانسوا الحاج بدولة لبنان هو حلم الإنسان بالدولة الفاضلة، لأنه أنت بتعرف الجيش والعسكر بيربى بمحل ما في شيء بالنص، يا صح يا غلط، هيدي الدنيا عندهم وهيك بيربوا وهيك بيربوا عيالهم وهيك بيتقدموا بالحياة، لا بيحكوا بالطوائف لا بيحكوا بالأحزاب. يعني مشروع الجيش هو مشروع عابر لكل الأحزاب والمؤسسات أو لكل المدارس الموجودة. فطبعا مخاض كبير بعد لنوصل لحلم فرانسوا الحاج، بس فيه يقول انه في له بلش ارتاح انه بتحس في بناء دولة اليوم عم نحس فيه بكل لحظة بكل دقيقة. حضرة العميد هشام جابر، اليوم الجيش هو الضمانة الأولى والأساسية للسلم الأهلي، للأمن، لوحدة الوطن، لكل هذه المفاهيم والمبادئ الوطنية الأساسية. هل هذا الأمر شعارات أو برأيك فعلياً الناس والمواطنين على اختلاف انتماءاتهم ومذاهبهم وطوائفهم وسياساتهم يشعرون ومؤمنون بهذه النظرية، أم هي مجرد شعار عندهم؟ لا، هي بتخرج عن نطاق الشعار إلى الإيمان. هون بالمناسبة قبل ما جاوبك، بوجود إلي أنا بحيي روح الشهيد فرانسوا حج وأرواح كل شهداء الجيش، والكل شهيد للوطن دمه غالي، إنما دم شهيد الجيش هو الأغلى. ثانيا اللي عم تحكيه، لبنان يا أستاذ جورج منقسم عموديا سياسيا نحو نقاط عديدة، إنما أنا بمتابعتي أرى أنه رغم هذا الانقسام العمودي الرأي العام اللبناني صار عنده إجماع على دعم المؤسسة العسكرية بنسبة تتجاوز 95%، صار عنده إجماع على مكافحة الإرهاب منذ بدأ الجيش يتصدى الإرهاب. هذا شيء بيطمن، وما عم بحكي هيك، نحن عم نعمل دراسات. البيئة الحاضنة للإرهابيين في لبنان ضاقت إلى الحد الأدنى لأنه الرأي العام ضده. الخطاب المذهبي التحريضي المبرر للإرهاب اللي كنا نسمعه من 3 سنين من الشيخ فلان والشيخ فلان، نعم، والخطاب التحريضي على الجيش اللي كنا نسمعه وقت اللي قتل الإرهاب من بعض النواب بطلنا نسمعه. ليه؟ لأنه الرأي العام رافضه. ثانيا نقطة، ولياريت الوقت بيسمح لنا ما فينا نختصر 40 سنة بأربعين دقيقة أو أقل. نعم. أنا توقفت عن بعض نقاط امبارح بالنهار، سألوني شو يعني تسليم السيوف وشو الرمز؟ سؤال مهم جدا. أولا السيف والقسم وتسليم السيف من رئيس الجمهورية لا غير، هذا له معاني كتيرة منذ الاستقلال. لما بيقسم بيقول أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبي كاملا دفاعا عن علم بلادي ودودا عن وطني لبنان. نقطة على السطر، وهذا سيف منذ اليوم الأول. أنا بقول هذا سيف، مش هراوي ولا عصاي بيد السلطة لتقمع فيها المعارضيها. أنا بحياتي العسكرية الحمد لله اقتنعت من استلمت السيف وكنت عم برددها، وعندما كان الجيش يتسلم مهمات أمنية اعتبروني إلى حد ما غير مطيع، ما بدي أقول متمرد، بس كنت عارف القانون. ليش كنت غير مطيع؟ لأنه بدهم يقمعوا خصومهم، وكنت فورا أشعر سباقة بالانتخابات بحفظ الأمن بالبقاع بعكار بجنوب. يا عمي خلال الحرب يعني؟ لا قبل الحرب عم بحكي، حتى أيام السلطة اللي كانت ماسك البلد المكتب الثاني وكنت أنا ملازم، كنت أشعر بتعاطف مع الذين تريد الضغط عليهم. عميد أي سنة استلمت أنا السيف؟ أنا تخرجت سنة 64 قبل وهبي، قبل العميد قبله ب3 سنين. إيه، والدورة الوحيدة في تاريخ لبنان اللي استلمت السيوف إنما مش من رئيس الجمهورية. من مين؟ من رئيس الحكومة كان الحاج حسين العويني، لأنه الرئيس فؤاد شاب كانت آخر ولايته بال 64، قيل أنه كان مريض بالديسك، وهيدي علامة فارقة بتاريخ لبنان، أو بيسلم السيوف رئيس الجمهورية أو ما أو بيصير. فهذه المرة الوحيدة ودورتنا اسمها الوحدة الوطنية. هون بدي أقول لك بس إذا في نقطتين تجربة بس بكلمتين. الجيش
اليوم وغير اليوم. هلا تحديدا اليوم عنده عدوين ظاهرين. العدو الدائم هو إسرائيل حسب العقيدة القتالية واتفاق الطائف. العدو الداهم اللي هو الإرهاب، والعدو الباطن أو الداخل اللي هو يلي هو السياسي والسياسيين يلي أهل الدار يلي من جوا بشكله. أنا برأيي خطر على المؤسسة العسكرية أكثر من العدوين. كيف الحصانة بدها تكون لعدم يعني زج الجيش بهذا الأمر، أو لعدم دخول هذا الخطر الثالث على المؤسسة؟ أولا إبعاد الجيش عن السياسي وترجمة كل السياسي بالنسبة للجيش بالتوجيه. مين بده يبعده؟ يعني مسؤولية لا في توجيه معنوي. نحن ما قلنا عليها. إيه بس مسؤولية مين؟ مسؤولية مين يحافظ على هذه المناعة؟ مسؤولية القائد، مسؤولية قائد. رئيس الجمهورية، مسؤولية الدولة كلها، مسؤولية مين؟ ما في هذا الوطن، هذا الدولة مكون في رئيس الجمهورية. أنا برأيي الحالي العماد ميشيل عون من هذا الرأي، قائد الجيش الحالي والحمد لله العماد جوزيف عون ما عنده فواتير يسددها لأحد السياسيين، ما عنده بكل صراحة طموحات مثل ما كان عند غيره فتح لهم سفارات ومكاتب للسياسيين حتى يتدخلوا بجيش. أنا برأيي العماد جوزيف عون برعاية رئيس الجمهورية بالاتفاق مع السلطة التنفيذية، شكرا لكم، اتركوا الجيش. نعم. ممنوع حدا يتدخل. تانية اللوائح اللي بتتقدم من لأزلامهم ومن غير كفاءة، أنا بفهم حقوق الطوائف بهذا البلد، بس لماذا كل أمير طائفة بيقدم لوائح من أزلامه غير الكفؤين؟ طيب لأنه صاحب الكفاءة بيقعد على جنب. ليش أنت بدك تجاوب معه؟ أنا عم ببني مؤسسة عسكرية، اليوم خرجنا عدد كبير من الضباط، إن شاء الله يكونوا انصهروا وتخلوا عن هذا الانتماء. عميد يعني كمان في قضية يعني جدلية هي بين الالتزام بالمؤسسة العسكرية بالجيش اللي هو لكل اللبنانيين، وبين الالتزام الحزبي والطائفي والمذهبي اللي موجود عند كل اللبنانيين. يعني كل اللبنانيين مسيسين، يعني صفى كل اللبنانيين من قسمين يعني على بعضهم أحزاب وطوائف ومذاهب حتى. شو اللي بيطغى وكيف لازم يكون الانتماء إلى المؤسسة العسكرية الأم هو اللي طاغي على باقي الانتماءات؟ كون أكيد يمكن كل اللبنانيين عندهم منهم حزبيين طبعا، بس عندهم موقف ورأي سياسي وانتماء، عندهم ميول إذا ميول. بدك عندهم ميول إيه، بس كون أكيد بمهمته العسكري إن كان ضابط أو جيشي أو عسكري بيحط كل شيء على جنب، لأن هيدا عم بينفذ مهمة مقدسة مثل ما بيقول أولا. ثانيا الجيش عنده رقابة ذاتية، يلي بيفكر انه والله الضباط بيعطون املاءات من السياسيين للضباط اللي على الارض، لا بيكون غلطان. مثل ما قال العميد جابر ابعاد الجيش عن السياسي، انا بدي اقول له لا، العكس لازم يكون ابعاد السياسي عن الجيش. يعني السياسيين هن لازم يتركوا هالمؤسسه هي تدير حالها، وكون اكيد هي بتعمل اوتو كنترول لحالها، هي بتحاسب حالها، اذا ضابط غلط هي بتحاسبه، اذا عسكري غلط هي بتحاسبه، اذا مسار وحدة صار غلط كمان هي بتحاسبه. ما فيك تتصور قديه هيدي المؤسسة عندها أوتو كنترول، لنا وزارة زراعة مع احترامي لإلها، ولا وزارة اقتصاد، ولا أي وزارة تانية. هيدي ما هالوحدة لنقول فصيلة والسرية. ما جبت سيرة وزارة الصحة. لا بعدت عنها. لا. طيب إلي الحاج، قبل ما أتوقف مع فاصل إعلاني وبعد الفاصل بدي أفتح هيك دفتر الذكريات معكم، لأن هيدا التام الأساسي تبع جلستنا اليوم. اليوم انت كشاب كيف بتتوجه لهالشباب يلي موجودين بلبنان، اللي هن المفترض يبنوا مستقبل هذا الوطن، يلي المفترض هن يحافظوا على هذا الوطن، يلي المفترض هن يكونوا مستقبل هذا الوطن، كيف بتتوجه لهم بالنسبه لعلاقتهم بالجيش اللبناني، بالنسبه لنظرتهم الى الجيش اللبناني؟ شو بتطلب اليوم من هذا الجيل الشاب؟ اليوم يمكن واحدة من أكتر سنين منشوف الشعب والشباب ملتحمين حول الجيش، ومنحس في حب طالما حسيناه، بس منحسه أكتر وأكتر. يعني الناس لأنه في عندها يأس من السياسة كبير ومن تصرفات سياسيين كبير. بقول لهم كان فرانسوا الحاج يقول إذا بتحبوا الجيش حبوا الوطن، الجيش والوطن ما بيختلفوا عن بعض. فالمطلوب اليوم هو إذا عن جد بدهم الجيش لازم يكون عن جد بدهم الوطن،
ولا تحب الجيش بدك تحب الوطن، انطلاق من هون. المشكلة انه قليل ما بتعرف اليوم شباب بيعرفوا النشيد الوطني، بيعرفوا علم بلدهم، بيحبوا بلدهم. يعني في ولاء للطائفي وفي ولاء للحزب اذا بدك يطغي على ولاء الوطن. ما هي المشكلة انه في كتير شباب بحبوا الحزب اكثر من الجيش، بحبوا الطائفي اللي بينتموا له او زعيم الطائفي او زعيم الحزب اكثر من المؤسسه العسكريه واكثر من البلد حتى. هيدي شو كيف بدها تتعالج؟ هيدا تتعالج بالتاكيد يوم بعد يوم باداء الجيش انه هو حاضن لكل اللبنانيين. يعني يمكن شفنا فهوات بالفترات السابقه، لكن بقدر اكد لك انه بالفترات القادمه عنا امال كبيره انه يقدر الجيش يخلي كل الناس مطمئنه اكثر واكثر، ان كانت طائفتها سنيه او شيعيه او مارونيه او درزيه، انه هو حاضن لجميع الطوائف، هو عابر على كل هذه الطوائف. طبعا الملف اللي طرحه حضره العميد هو كثير مهم، هو ابعاد سياسي عن الجيش. وبتصور اليوم قائد الجيش عنده دور كتير كبير، واللي عم بيلعبه انه هيدي المؤسسة هي حاضنة للكل، ابعدوا عنا، تركوها تخرج الضباط مثل ما كانت تخرج بالضباط سنة الخمسين وسنة الستين وسنة السبعين. فالمطلوب اليوم اكتر واكتر يخلوا هالجيش يقدر يشتغل مثل ما لازم يشتغل، يتركوا قائد الجيش. واليوم دور الرئيس في أكد، لانه انا كنت موجود بالعديد من الجلسات اللي بتحكي تفاصيل انه اليوم رئيس الجمهورية يعطي الحق لقيادة الجيش كاملة انه يأخذ القرار اللي مناسب. طبعا منشيد هون كمان بوزير الدفاع اللي عم يلعب زيت الدور على قيادة الجيش انه هي تكون صاحبة القرار، وهن يكونوا اصحاب الجزية والكفاءة. مباشرة بعد الفاصل الإعلاني بدي انتقل مع ضيوفي العميد هشام جابر، العميد وهبي قطيشة، ذكريات بالمؤسسة العسكرية سنة 64، ليش قرر يفوت على المدرسة الحربية سنة 67، كمان كيف بلش حياته وقت اللي تخرج. بدي أرجع بذكريات إلي الحاج ل طفولته وقت اللي كان اللواء فرانسوا الحاج بعز حياته العسكرية والقتالية كمان خلال الحرب، وكان إلي صغير. يعني ذكريات من هذا النوع مباشرة بعد الفاصل الإعلاني. وأتابع معكم مشاهدين هذه الحلقة الخاصة لمناسبة عيد الجيش مباشرة من سرايا بعبدة. بتابع مع ضيوفي، بدي أسأل، كنا عم نقول بقى نحكي هلأ شوية ذكريات ومحطات عزيزة على قلوبكم وبترجع لنصف قرن وأكثر كمان أكثر. عميد هشام جابر، سنة 64 قلت لي أنك تخرجت من المدرسة الحربية واستلمت السيف، وكانت لأول مرة بتاريخ لبنان، لأول مرة وآخر مرة بتاريخ لبنان بسلمك السيف رئيس حكومة مش رئيس جمهورية، اللي كان الحاج حسين العويني سنة 64، لأن وقت الرئيس فؤاد شهاب كان مريض، كان مريض بوقت بالديسك. وعلى كل حال كان آخر عهده يعني بال 64. تمام. فما تمام. ما قدر يحضر لأن كان معه ديسك قلت لي. فالحاج حسين العويني سلمك السيف، وقت اللي استلمت هالسيف بعدك تتذكر شو حسيت؟ يعني أول شيء شو كان شعورك، ولا كان الاحتفال هو اللي طاغي على كل شيء؟ لا لا، ده شعور، مش شعور، يعني شعور كل ضابط متخرج، وخاصة يعني بيكون بعده صغير. يعني أنا تخرجت عمري أقل من 21 سنة،
أنا كنت تلميذ حكمة، دخلت إلى المدرسة الحربية، وكان يومها هون بدي أقول لك شغلة، آخر سنة تقبل فيها البكالوريا القسم الأول. اف إيه؟ يعني يعني انت في عندك عمري 17 مو ما بدي في عندك غيرنا. لا في عندك محطات انه اخر مره تقبل البكالوريا على دورك تماماً. اول واخر مره رئيس حكومي يسلم تمام. السيف على دورك يعني شو بعد في شو بعد في استثناءات خليني اقول لك انه دخلنا يعني وانا تقدمت الى المدرسه الحربيه ما في حدا من عائلتي بالجيش متاثر انا ليش تقدمت ليش تقدمت لانه بتذكر يعني نحن وفتيان كان في انقلابات عسكرية ثورات بالعالم العربي كان المرحوم بي يحكي لي عن ضباط العراقيين اللي لأنه كان بالعراق وعمل حقوق وغيره كنا نتابع بمصر عبد الناصر والضباط والهيدا يعني بفتوتنا فيت أنا أعمل إنقلاب بالهيئة لا مش هيدا لا بالدليل ما زبطت معه من مدرسة الحكمة وبعتز أنا بهذه المدرسة اللي هي فعلاً مدرسة وطنية لبنانية انتقلت فورا تقدمت إلى المدرسة الحربية يعني ما كان كتير محمسين وفيني أقول لك أني دخلت المدرسة الحربية الحمد لله بدون أي واسطة إذا بدك تسميها بعتز كتير أنه وكنت صغير وقصدت صديق لوالدي قلت له أنا تقدمت أنا ما بدي واسطة منك وأنا عامل علامات برد بطلب رد الاعتداء علي انه حدا يجيبوه في ذلك الوقت وبذكر تمام والعدد قليل اللي اختاروه نحن تقدمنا على الفحص الطبي تقريبا 2500 نقوا 700 فقط بدون واسطة بدون حكي بلد حلو وتقدمنا على الفحص الخطي اختاروا 30 من 700 ايش نحن كنا منهم لذلك انا بقول لك هيدي محطة اساسية مهمة جدا في حياتي العسكرية تخرجت من 21 سنة لقيت نجمة ذهبنا إلى فرنسا للمدرسة التطبيقية رجعت ابن 22 سنة وجدت نفسي ضابط في سرية أنوب عن آمر السرية يعني شو السرية وين كنت أول بالفيضية أول مطرح بالفيضية بالفيضية 150 عسكري ولد شاب ابن 22 سنة بيأمرهم منهم أكبر منه بعشرين نعم. سنة أو. رح أحكي شوي أكثر عن هالتجارب أنا ضابط مشاتة لأنه حضرته يمكن عددهم بالمدفعية وبالمدرعات أقل أنا هوني هوني أول شعور هوني هوني كان أخطر ضابط أول مدفعية إيه بيصيب بعيد أول شعور عندي أنا بدك من 50 سنة وقت مثل اليوم من لما تخرجت أني تخلصت من سيطرة الرقيب ورتيب الانضباط أول شيء بعدك تذكر اسمه ايه عبود او عبود شو اسمه ابو مخول ما كان ابو مخ لا مش ابو مخول غصن غصن اجدان شيف غصن اولاد واصحابي يعني ايه كان كان في اساوي كتير بالحربية في يعني مش في قهر في اساوي لحتى يعلموك الطاعه باقصى الظروف مشان هيك انه بس تخلص من الحربيه اوف انه خلصت يعني من هالكابوس هلا طبعا انا ايه لا في تعب كتير يعني ما أكل حالة لك كنت عم تقلي بالبريك إنه كنتوا تمشوا مشي من الهرمل على المدرسة الحربية. إيه نمشي. قدي تستغرق هالرحلة. ثلاثة أيام. حيك فيها البقاع وحاملين الشوادر. ساك أدو. 12 كيلو وبذكر في مرة بطلية دبحولنا ذبيحة بهالليل نتفناها أكلناها هي ونية كتر ما كنا جوعانين. إيه ثلاثة أيام وآخر يوم بدك تتنكب السلاح وحامل 12-13 كيلو وتغني كلنا للوطن والنظام المرصوص تتفوت على الحربية شغلة يعني بتجي بتنام لك ثلاثة أيام من الفرصة لترتاح ثلاثة أيام اللي مشيتون وأنجأ تقدر ترتاح وأنجأ ترتاح لا كنا أولاد يعني بمجرد ما نمت ساعتين بتنسى ثلاثة أيام طيب من 50 سنة تخرجت واستلمت السيف سلمك يا الرئيس الراحل جار الحلو بس أساساً وقت اللي فكرت إنك تدخل على المدرسة الحربية ليش؟ يعني أقول لك ليه؟ شو الدافع كان؟ أنا كنت بتعرف أنا ابن ضيعة يعني ماني ابن مدينة بعرف بالتجارة والاقتصاد ومدر شو ومدر شو وضيعتي كان في 200 عسكري ما فيهم ولا ضابط واسمعهم عم يحكوا إنه الضابط يا لطيف وقصة كبيرة وقلت أنا بقرب لشوف إذا بتزبط معي ولا بروح بدبر حالي بشي شغلة تانية ايه مشان هيك قربت وماني ندمان بالعكس هلا بقول منيح اللي عملت ضابط لان لقيتها بتلايم طبعي تماما
يعني انا خدمت بالجندية، بحب التروب، بحب العسكر. ليش اخترت المدفعية؟ نعم، ليش اخترت المدفعية؟ انا اخترت المدرعات، بس اللي خيرني المدفعية الملازم اول سبليني كان يدربنا مدفعية. هلا اتقاتل هو وضابط المدرعات مين بده ياخذني، طلع السبليني اقوى من هديك واخذني على المدفعية. ما ايه ما يعني احيانا بتروح بدون يعني ارادتك، مش اختيارك. لا يعني لا بس كمان حبيت المدفعية. مش انه اني بيقولوا لك بالسنة الثانية انتقال على السنة الثالثة شو بدك تنقي اختصاص. انا هو نقى عم بيقول لك مدرعات وبعدين راح مدفعية. وانا قلت مشات مشات مشات. ليه مشات؟ ليه؟ لانه انا بعرف انه ضابط المشات بيأمر أكبر عدد ممكن من الجنود، بينما عم بيقول لك ضبط المدرعات الملازم يمكن يأمر ثلاث مدرعات، ثلاث مصفحات، كل وحدة سبعة ثمانية سدنة تبع. يعني بدك الأمر لي. لا أنا بحب الأرض. لا بحب الأرض وبحب كون مشات وأصريت إني كون مشات. نعم. في ناس عندهم بهذا المدفعية. إلي ليش ما خطر على بالك إنك تدخل على المؤسسة العسكرية وأنت ابن بيت عسكري؟ خطر عبالي، كنت حب أقدم على الحربية وكان أحد طموحي، لأنه كنت عشت كل حياتي ببيت أنا عندي إذا بدك بي هو بتطلع فيه بدي يكون مثله. مش لأنه كان، لأنه كان بي شخص مميز بالبيت وبالعيلة وبشغله وين ما كان. فلما قلت له لما خلصت دراستي بالمدرسة وقلت له أنا بدي أتقدم للحربية، قال لي أبداً. كيف؟ ليه؟ قلت له ليه؟ وحيد كمان. قال لي أنا تعبت كل حياتي وشقيت والمراحل اللي عشتها صعبة وشفت كتير قصص بشعة، لا تعيش حياة أحلى من عيتي، فبتمنى أنه ما تفوت. فكان رأيه كتير مهم لإلي يعني، كان مرشد. هلأ كنت بتحب أنك تكون بالمؤسسة العسكرية أو لا؟ إيه، إذا بترجعني لورا بفوت على المؤسسة العسكرية، لأنه بحس انه بعد عندي مثل دور العبه حابب كمله اللي هو دور بي، مع انه في كتير ناس عم بتكمله بيومياتها بشغله ان كانت بمؤسسات خاصه ولا ان كانت بالجيش، لانه طموحه كان بيتعدى المؤسسه العسكريه. بس بضل عندك هالطموح انه لو كنت موجود كنت ممكن اقدر اعمل شيء، كنت مؤمن كمل هالمسيره، مع انه كتير من الضباط اليوم كاملين المسيره. ان شاء الله بكره اولادك حدا منهم بيدخل على هالمجال وبيكملوا المسيره ان شاء الله. بدي بما تبقى لدينا من وقت بعض هيك المحطات الحلوه والمره بحياتكم العسكرية. عميد، حضرة العميد هشام جابر، إذا بدك تتوقف عند محطة بتعتبرها فيها مرارة وفيها تجربة محزنة ومؤلمة بمسيرتك العسكرية، شو أول ذكرى بتخطر على بالك بهالإطار؟ شوف أستاذ جورج، حتى اللي كان مر في ذلك الحين وتعلمت له، عندما تتذكره ما بتلاقيه بنفس المرارة اللي عشته فيها. العذاب الجسدي، التنقل، المناطق النائية، أنا بعتقد لا بركي شيء إنساني، ربما حدا يكون يعني استشهد معك أو فقد يعني لحظات كان فيها حياة أو موت. نحن تنقلنا بكل المناطق اللبنانية، ولأني ما كنت كتير مطيع يمكن أرادوا بأقاصي يبعتوك لبنان. بعيد أنا وهذا كان كتير يعني فخر لإلي وسررت فيه، لأني وجدت ناس طيبين سواء بعكار أو بالهرمل أو بأقاصي الجنوب، وعشت هذه الأرض الحياة. عشنا الحياة العسكرية أول شيء من 65 إذا بدك للسبعين، مرقت حرب 67، تألمت أنا. نحن ما اشتركنا في هذه الحرب طبعاً، بس كنا عم نشوفها من منطقة الخيام والعريض الغربي كيف سقطت، سقط الجولان بعد أربعة أيام والإدس حزيران، ويوما كانوا متحمسين ضد الضباط ضد إسرائيل. وبعدين أيقنا أنه العماد بستاني رحمه الله كان عاقل جدا أنه ما دخل بهذه الحرب، وإلا كان تم اجتياح لبنان. بس بعد منا دفعنا الثمن لهذا التصرف، دخلت المجموعات الفلسطينية. بس هوني أنا برضو بس أنا بدي يعني لحظات لها علاقة خاصة وإنسانية، مش أنا مش علاقة بالسياسة مشان نقدر نلحق نحكي. إيه بس ما كنت بحسبية ودخلت قوات الصاعقة، صرنا بال 69 وإجا ضابط سوري طوله مترين وأنا ملازم أول، وقلت له وإجت قوات الصاعقة وأنا عندي سرية بحسبية ومنا نفوض
وجمعونا على عشاء وجهاء الله يرحمه ونجيب بيك شمس. يا أخي إذا كنت جاي تحرر فلسطين نحن معك. قال أبدا، جاي يحرر لبنان منكم من أنظمة الرجعية. يعني كان الرجل كتير أجريسيف. مهم اشتبكنا معه، وحتى هون على سبيل النكتة كان مقدم هو أو عقيد، بيقول لي أنت كيف بيبعتوا ملازم أول يفوضني أنا عقيد؟ شو بدي جاوبه أنا؟ كان يوم الليرة السورية 60 قرش. قلت له مع فرق العملة بتطلع رتبتنا أربعة. هذه أولدت حرب. هون بدأت تقول لي الذكرى السيئة. أنا عرفته هو هددني بالقتل وطوقونا وإلى آخره. في مرة أنا عارف إنه ما نوقع بكمين، أنا كنت عم سوق الجيب وكان حد السائق وهني هاي كمين بحصوية بالـ69 فتحوا النار علينا بالكمين. يا حرام قتل السائق اللي قاعد حدي وأنا انصبت. بس كان مقصود انه هن مفكرين انه الضابط هو اللي قاعد على اليمين، عشان هيك ركزوا النيران. كانت مؤلمه، كانت لحظه مؤلمه جدا. عميد وهبي قطيشه، كمان يعني نفس شو اللحظات اللي ما بتنساها، ما بتنسى مرارتها بتاريخك العسكري؟ مش مرارتها بقدر ما هي اخطارها. انا حياتي العسكريه رغم انه كانت كثير خطره مثل كل الضباط او اغلب الضباط، انما لحظات بتذكرها. مثلا عندي سائق يمكن أبى إلا أنه يرافقني، وأنا كنت عطي أمر ما يجي معي، أبى أنه يرافقني. بعد 10 دقائق استشهد مثلا في إحدى المحلات. أمرار كتيري مثلا بتشوف حالك أنه اجتزت خطر بالفعل، بتقول من هلأ وبالرايح هودي كل حياتي بونس. إذا بتشوف كيف صارت، كيف صارت القصة وكيف الحدث، بتقول نشكر الله يمكن من هلأ وبالرايح هيدي حياتي بونس. إلي أكيد اللحظة الأكثر مرارة هي لحظة استشهاد اللواء. ولكن بمسيرته العسكرية وأنتوا أولاد وأنتوا وهذا بيكون، قديش مرق أحيانا أخطار وقديش أحيانا خفتوا وانشغل؟ أمتى أكثر مرة هيك حسيت أنه غير لحظة الاستشهاد القبل، يعني أكثر ذكرى بتحسها مؤلمة؟ فرانسوا حاج تخرج بال75، يعني تخرج مع الحرب، على الحرب. فلحظات المحطات المؤلمة كانت انخطف بالشحار الغربي، حاولوا القوات الإسرائيلية فجروا له سيارته بالرماش، رجعنا انتقلنا لحرب الإلغة وحرب التحرير. هولي نوعا ما حرب الإلغة والتحرير هن المعارك اللي أنا بتذكر بي فيهم، والمعارك اللي كانت إذا بدك بالتقطيش نسمع أنه يوصلنا خبر مات فرانسوا حاج، عايز فرانسوا حاج. طبعا من بعدها استلم التدخل، من بعدها فوج المغاوير. بفوج المغاوير كان عندهم مهمة الطفيلة اللي كانت صعبة. من بعدها كان في نهر البارد. نهر البارد يمكن أكتر معركة بوعيلة، لأنه هلأ اليوم بالذكريات بعدها قريبة يعني. طبعا المعركة كانت شرسة جدا، وبحكم وظيفته كمدير عمليات الجيش ما في شيء بيجبره يكون موجود على أرض المعركة، في مدير عمليات للمعركة بيكون موجود. لكن كان عنده حس إنساني كتير. بهيدي الفترة اللي كان فيها هيدي المعارك ما كان يظهر يتعشى، ما كان يظهر لبرا، كان يقول أنا عندي عالم، عندي عسكر عم تستشهد وأنا بدي ما بقدر أعملها. وكان في صورة هي ذاتها بتتردد علي من وقت اللي كان بي رائد اللي أنا بوعى منيح على حياته العسكرية لوقت اللي صار عميد. هي صورة فرانسوا الحاج رجع على البيت، بدلته غبرة وتراب من فوق لتحت، الرنجر كله تراب، يشلح الرنجر من إجره، الكلسات معلم عليه الإكسات تبع الرنجر، يشلح الكلسات، إجريه مورمين يعني قياسهم أكتر من الطبيعي بكمية كتير كبيرة، ويقعد على الكرسي ويخفى. هيدا المنظر مثل بشقفك إنه هالإنسان اللي ضحى بهالقد لهالبلد كان لازم يحطوه بقفص ذهبي ما يخلوه يستشهد. طبعا مع الوقت تفهم إنه الاستشهاد هو اذا بدك الشيء الاجمل او بحياه العسكريه او بحياه الضابط من قدره. كمان بختام هالمحور بدي اسالكم نفس السؤال، لانه عاده الجندي والضابط والعميد والاخره بيكون بحكم شغله بارم لبنان كله. فانا بدي اسال العميد هشام جابر والعميد وهبي قطيشه، اختاروا لي منطقه تشتاقوا ليها هلا، يعني من المناطق اللي خدمتوا فيها وإلى ذكرى حلوة عندكم وبتحبوها، أي منطقة بتختار؟ لا والله أنا إذا بدي جاوب بكل صدق
أنا كل مناطق لبنان النائية من عكار حد ضيعته لحضرة العميد اللي عشت فيها فترة طويلة من عنتقة ومشتى حسن ووادي خالي إلى مناطق الهرمن واللي فعلا والعين حد اللبوي بس إلا ما يكون في شي منطقة إلى ذكرى مميزة منطقة إلى ذكرى مميزة. أنا ابن الجنوب أكيد يمكن هيدا شوي بلدك من حيز للجنوب إنما بقول إني تعرفت كمان على الجنوب شبر وشبر خلال خدمتي العسكرية وتعرفت على لبنان كله وكل حدوده النائية. لذلك أنا بقول كل منطقة في لبنان إلى نكهة خاصة تختلف عن غيرها مما لا شك فيه. وهيدي أهم فترة مع أنها كانت الأصعب بحياتي العسكرية مع أني انتقلت بعدين إلى التوجيه وإلى الدراسة وإلى التعليم وإلى بس أنا بدي أقول يا سي جورج قبل ما تختم هذه المؤسسة العسكرية أنا بلتقى بضباط أحيانا بقول فيه أو عم بكتب تاريخها بيخطئ من يعتقد أنه جيشنا نحن انقسم جيشنا تفكك بثلاث مراحل تقريبا والحق على الجو السياسي العام والضغوط الإقليمية اللي ورطت الجيش مجرد ما تبعد السياسيين عن الجيش على كل حال هذا موضوع نقاشه طويل. لك ما أحليهم هالولاد رح يكونوا بالجزء الثاني معنا لابسين تياب العسكر بالجزء الثاني رح يكونوا معنا وانتبهوا رح يوقعوا التلفزيون يا شباب رح يوقعوا الشاشة. بالجزء الثاني في عندي عائلات شهداء من المؤسسة العسكرية وأيضا المخطوفين الجنود المخطوفين عميد وهبي قطيشة انتبه وقعت عميد وهبي قطيشة نفس السؤال أي منطقة عزيزة على قلبك؟ إيه بس بدي ضوي على شغلة يمكن لازم كل اللبنانية يعرفوها أستاذ جورج إنه جيشنا من أفضل جيوش العالم من ناحية القتالية. لا أعطيك شيء علمي جيوش العالم نسبة الشهداء من الضباط للعسكريين هي 1 على 20 ضابط على 20 عسكري من مختلف الرتب. عندنا نحن 1 على 13 يعني كل 13 شهيد في على رأسهم ضابط وأثبتتها نهر البارد 173 شهيد فيهم 14 ضابط. لذلك قتاليا من افضل بالنسبه للمنطقه اللي حب لقلبك وبتحن لها وهيك لها ذكرى خاصه. انا خادم بكل لبنان مثل العميد جابر بس اكثر شيء بحن لمنطقه يمكن يومتها هيك اعتبرت انه عملت فيها معموديه النار يلي هي مارون الراس ويمكن يومتها قلت هلا بلشت يعني من هلا صار عندي بونس انا بالحياة. اي سنه كان تحديدا؟ سنه 70 كنت ملازم يعني صار عركي نحن واليهود واعتبرت انه زمطت زميطه وقال لك كنت لازم موت يعني من يومتها لما انسحبوا الاسرائيليه بال 2000 كان لي 25 26 سنه ما رايح عليها رحت على عين قبل وطلعت على المكان يلي شهد سنة السبعين هذا. زعلنا منك هلا ورحت عرماش يعني. نعم. زعلنا منك هلا رحت لفوق ورحت عرماش بس غير مرة. أنا بدي أتشكركم العميد الركن هشام جابر العميد الركن وهبي قطيشة وإلي فرانسوا الحاج أهلا وسهلا فيكم كنتوا ضيوف الجزء الأول من هذه الحلقة الخاصة اللي هي تحية للجيش اللبناني تحية لكم لجهودكم طوال مسيرتكم تحية لروح والدك الشهيد فرانسوا الحاج تحية لكل شهيد بهالوطن ودمه روى هالأرض واليوم فرحتنا ما بتكتمل لأنه عنا مخطوفين منفكر فيهم بكل لحظة إن شاء الله قريبا نسمع خبر إيجابي عنهم. شكرا وأهلا وسهلا فيكم. بعد الفاصل الإعلاني مباشرة رح استقبل عدد من أهالي شهداء من المؤسسة العسكرية بمعارك عرسال وعبرة وبحنين أيضا أهالي بعض المخطوفين يلي مازالوا مع داعش من العسكريين 9 مباشرة بعد هذا الفاصل. أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبي كاملا حفاظا على علم بلادي وسودا عن وطني لبنان.
وأعود مشاهدينا لمتابعة الحلقة الخاصة لمناسبة عيد الجيش بالجزء الثاني من هذه الحلقة. ضيوف أعزاء جدا على قلوبنا كلنا، هم أهالي وذوي شهداء ومخطوفين من المؤسسة العسكرية، شهداء بعرسال، بعبرة، ببحنين، وأيضا من الذين ما زالوا مخطوفين لدى داعش العسكريين التسعة. بستقبل جمانة بوصعب شقيقة الملازم الأول الشهيد جورج بوصعب يلي استشهد بعبرة. أهلا وسهلا فيك جمانة. بستقبل جورجات سمعان والدة الجندي الشهيد الملازم أول نديم سمعان يلي استشهد ببحنين. أهلا وسهلا فيك ست أم نديم. أيضا بستقبل سارة حمية شقيقة الجندي الشهيد محمد حمية الذي أعدم على يد الإرهاب. أهلا وسهلا فيك وتحية لأرواح الشهداء جورج ونديم ومحمد. أيضا بستقبل وضحى السيد زوجة الجندي المخطوف خالد مقبل حسن ومع أولادها مقبل يلي عمره 5 سنوات وأزاد يلي عمره 4 سنوات. وكمان بستقبل غنوة يوسف زوجة الجندي المخطوف محمد حسين يوسف ومع ابن حسين. حسين قديه عمره؟ عمره 3 سنين وشهرين. وحسين اسم الله ما عم يهدى. حسين يا حسين حبيبي بتجي معي لعندي لهون. قرب 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 تقعد حدي هون تقعد معي هون ما قبلين. قالوا لي انه مطولوا اخر مره قص شعره بيو اخذه عند الحلاق مشان يقص شعره ومن بعدها بيومين انخطف وانتو حافظتوا انه ما يقص شعره محمد الصغير قبل ما يرجع بيو. فان شاء الله هلا بهالايام القليله المقبله يكون في خبر خبر جيد ويرجع حسين ومحمد يفرح فيه. خليني بلش معك ست جورجيت. طبعا يعني ابنك الملازم اول الشهيد جورج سمعان نديم سمعان كان اصغر ضابط سنا يسقط شهيد بساحة الشرف بتاريخ الجيش. كان عمره 21 سنة سنة 2014 بتشرين 2000. بس لو سمحتوا تسكروا لي هيدي عندين تقدر اسمع. إذا 26/10/2014 التاريخ الأقصى والأمر بحياتك، بحياة أم فقدت ابنها. صحيح ابنها شهيد ولكن عمره 21 سنة، كان صار له شهرين متخرج من الكلية الحربية وزيادة انه هن دورتهم 75 ما استلموا السيوفة لانه ما كان في رئيس جمهورية. نعم. وحتى قائد الجيش ما سلموا السيوفة، نزلوا على بواحد آب نزلوا على المخزن، صار العريف تحت بالمخزن يفتح السيف اسم نديم سمعان خذ سيفك اسم، اخذوا السيوفة واجوا على البيت. صاروا هن يسلموا بعضهم السيوفة واجوا على البيت. نهارتها كان نهار جمعة بتذكر كتير منيح، كانت علقانة بعرسال والسبت على اساس عم بحضر له كرمال غدا نهار الاحد. السبت عشية كان سهران عند رفقاته كانوا عاملين سهرة انه تخرجوا. نعم. بدقوا لي من الحربية مادام سمعان ملي ما عرف بدنا نحكي مع اليوتنان سمعان، كنت أول مرة بعدني بسمع اليوتنان سمعان. استغربتي اللقب؟ إيه حبيت. كان حلمي إنه نديم يصير ضابط. ملازم أول ضابط. نعم. قالوا لي مادام ملي ما عرف بدنا نحكي مع اليوتنان سمعان، قلت لهم سوري إنه دقوا له على تليفونه يعني سهران وهيك، مادام عم يدق ما حدا عم برد. ملي ما عرف وصلي له إنه بكره الاحد الساعه 8 ضروري يكون بالكليه الحربيه. قلت انا ليه في شيء؟ قال اجينا هيك امر عم نتصل فيهم. مهم تواصلت انا وياه، قال لي ايه اوكي ماما نحن راجعين كلنا سوا لانه دقوا للكل الجيش يلي تخرجوا ملازمين جيش ورح نروح بكره على الحربيه. مهم بعد الشنطه بعدها يعني ما ضبيتها من الحربيه حملها وراح. بس راح قلت له لجوزي، قلت له عندي احساس رح يطلبون. قال لي مش معقول انه جوزي حيدم 30 سنه بالجيش.
قال لي جوجو مش معقول يعني يطلبون بعدهم صار لهم 24 ساعه متخرجين مش معقول. قلت له ما بعرف عندي هالاحساس انه رح يروحوا. بدي اقول لي الظهر من فوق قال لي ماما سوري هو بعيط لي مام يعني بحل. قال لي مام اجت التشكيلات تبعنا. قلت له انا شو انه معقول؟ قال لي ايه انا جيت بعكار. قلت له نعم وين؟ قلت له انت اكثر شيء بتعرف توصل على الجبال. قال لي ايه مام. قلبت بارضي الحقيقه صرت ابكي. ماما شو عم تبكي في رفقاتي 16 واحد مطالعينه على عرسال. قلت له لا في شيء مش مزبوط انه ما صار لكم 24 ساعه انت على عكار وهدوك 16 واحد على عرسال انه وين المنطق يعني حدا يفسر لي بس المنطق ما بد انه او هيك صار وراح نديم لهونيك. هلا خبريني ست ام نديم اخر كلمتين قال لك اياهم هون دقيتي له قبل قد ايه يعني قبل الاستشهاد كنت نهار السبت كل الوقت عم جرب احكي ما يقدر يحكيني ما بعرف يمكن احساس الام بتحس انه في خطر على ابنها يعني مع انه هي كانت علقانه بطرابلس مش بحنين يعني مش بالمنطقه واصلا نديم هو مركزه هو مش بحنين مركزه بالعبده بهونيك مركزه يعني مش بحنين بقى الاحد على بكره عند الساعه 3 الا 10 بيبعت لي مسج على تليفوني هاي كله تمام دونت وري 3 الا 10 على بكره وعيد مسج من نديم 3 الا 10 بعد نص ليل يعني ايه يعني الاحد على بكره فجر الاحد نعم فجر الاحد. قلت انا تيحكيني نديم بهالوقت يعني انه بدق لي ليش بده يبعث لي مسج. مهم الاحد انه كل نهار نجرب نحكي نتواصل معه يعني ما عم برد. لاخر شيء الساعه 2:30 دق لي الساعه 2:30 2:30 بعد الظهر بعد الظهر دغري رد تقدرت سمعت التليفون كلمتين شو بكي ما عم تردي انا منيح وهي هي كانت هو منيح بس كل الوقت انه انا جوزي يفرجيني على الجوجل ماب انه جوجو حاجك معصبه نديم مركزه بالعبده وعلقانه بطرابلس يعني هالقد في مسافه ومش معقول يخلوا لها نديم يطلع من مركزه. قلت له بس نديم ما عم يقعد بمركزه كان يجي ويخبرنا يعني كان صار له جمعه هونيك بعثوه مداهمه يعني شيء مش مزبوط صار. على كل حال يعني دموعك غاليه ست ام نديم ما فيني اسمعها هالكلمه لانه نديم مره بتعرف بين الام وابنها صرت ابكي كثير. قال لي ماما ما بقى تشوف دموعك لانه دموعك كثير قليل علي بقى هلا بس ابكي بعتذر منه انه عم نزل دموعي بعتذر منه بس على كل حال الواحد كمان ما في كذب على مشاعره وعلى لا احاسيسه لا اكيد لا كيف اذا ابنك الوحيد الدمعه الصادقه غاليه ابنك الوحيد الدمعه الصادقه قيمتها كبيره فكيف مثل ما عم تقولي ابنك وابنك الوحيد ابن الوحيد عندي بنت بعد بس الله يخلي لك اياها ميرسي وعمره 21 سنه اصغر ضابط شهيد ساحه شرف نعم شو حكايه الصليب يلي يومتها ما شلحوا بالوقت يلي عادة بالمؤسسة العسكرية ممنوع يلبس صلبان أو شعارات دينية شو حكاية الصليب يلي بهالنهار تحديدا وهذا النهار الوحيد يلي ضل حاطط الصليب برقبته شو حكاية الصليب هو حكاية الصليب هلأ رح يطلع لك سوفينير من نديم حكاية الصليب صار كلهم بيعرفوا بدهم صليب نديم ما بيسموه غير صليب نديم هيدا الصليب اجى نديم على عيد الميلاد مهم بده صليب يا روح لا مهم بده هيدا الصليب مهم عملنا له اياه كسمات وصار يفقد وشوفوا يفتكروا شيء صيني هيدا معلقه يعني طلع هو صليب الروم الارثوذكس الروس لانه له ثلاث هيدا بقى كان نديم كل ما يروح على السكنه او هيك يا ماما عم بتشيله قال لي ايه اكيد ما بس فوت من السكنه يعني بشيله بحطه بتابلو السياره لنهار انا كيف تعرفت انه حاطه برقبته؟ لانه بس استشهد نديم يا عمي في الصليب تبع نديم وين هو يعني؟ قلت انا لانه جابوا لي سيارته بعد طلع بالتابلو السياره نبش نديم بين غراض وما مبين الصليب يعني، قلت انا ما بعرف انه حدا اخذه او ضاع الصليب او هيك. لنهار جابوا لي اياه بتلاقي كله دم الصليب والسلسله مقطوشه من الرق لانه نديم جايته الاصابه من ورا نعم بقى مقطوشه السنسله بقى بس شفته
تعجبت انه النهار الوحيد يلي نديم كان حاطط الصليب حاطه تحت التيشيرت العسكريه هو نهار اللي استشهد، لانه هو على طول بشيله بحطه بالتابلو قبل ما يفوت على السكري. هالصليب هلا وين حاططيه؟ هلا الصليب انا حطته بعلبه سانت لورد لانه بعده اندميت نديم عليه والسلسله ولفته، وهيدا بعتبر انا هيدي ذخير يعني تخيره من نديم. هي اول ما استشهد نديم كان يضل الصليب بايدي، كان تقلب على الارض ما حدا يقدر يفتح الايدي تاخذ الصليب مني، وهلا تركته بالبيت وعلى طول بعمل منه سوفينيرات. هيدا في اليوم سوفينير اكيد فيني اخذها. الفكرة انه كلهم بدهم صليب نديم، حتى في اخواته من غير طايفة بيجوا لعندي بيقولوا بدنا صليب نديم. انا عملته هيدا هيدا تاريخ ميلاده 17/12/1993 وتاريخ استشهاده 26/10/2014. انا بشكرك كثير، هيدي غالية علي هالسوفينير. هيدا حتى العد رحام لصليب نديم. شكرا لك ست ام نديم، ميرسي لكم، ميرسي لهاللفت. وهيدا كمان من نديم، و هاي صورته. هيدي صورة يلي كلهم حبوها، انه هي الضحكة البريئة. قلت لهم ايه، لانه بليك عندي بالسما، واذا ممكن بس نحطها. هي مانيتيك يعني ما بت هلا بنشوف كيف بدنا نعمل. هلا حدا بيساعدنا. شكرا لإلك، ميرسي لإلكم، وان شاء الله هو يكون هلا عم بشوفنا. بس يا ريت في عندي اكيد طلب واحد، بدي اطلب من قائد الجيش الجديد، من ام مجروحه، من ام شهيد. اذا بدك تطلع بالكاميرا. اوكي. عرفت انه هلا قائد الجيش الجديد طلب من العسكر فيهم يلبسوا الرناجر البيج من هلا لاخر السنه، مفروض كل العسكر يلبس رناجر بيج باجريه. بطلب منه انه في شيء اهم من الرنجر يلبسوه باجريه، نحن صرنا بال 2017 مش مسموح بقى عنا بالجيش ان كان عسكري وان كان ضابط يحط خوذة على راسه، خوذة مصدية حديد من الحرب العالمية الأولى. أنا ابن نديم استشهد بخوذة من الحرب العالمية الأولى مصدية، وجاي الرصاصة بالصدي. بقى هذا طلب خاص مني لإله، بتمنى يحققه مشان نوفر شهداء. على كل حال شهداء المؤسسة العسكرية وأبناء المؤسسة العسكرية طبعا، وهن لو شو ما كانت الخوذه اللي لابسينها على راسهم، هن بيستحقوا خوذ من ذهب على راسهم، لانه بس على القليل تنقدر نكفي نحن وياهم. هن رافعين اسم هالبلد عليهم، تنقدر نكفي نحن وياهم. انا بدي اشكرك وحتضلي معنا ست شكرا لكم. بدي انتقل، خليني انتقل يعني من دايما الاجواء بعيده يمكن عن بعضها، الحياه فيها المر وفيها الحلو. الغناء الوطني، الاغنيه الوطنيه، الغنيه الموجهه للجيش اللبناني كمان لها موقعها ولها اهميتها. قبل ما كفي معكم بدي انتقل على سن الفيل. بلديه سن الفيل عاملين احتفال خاص لمناسبه عيد الجيش، وفي اصوات غنائيه عم بتغني، جوزيف عزار، باسكال صقر وغيرهم. بدي اخذ مقطع صغير وارجع كفي الحديث معكم، احكي مع ضيوفنا ونحكي عن ايضا اهاليكم واشقائكم اللي راحوا، وكمان على امل يرجعوا المخطوفين بخير وسلامه. خلينا ننتقل على سن الفيل. جاهز النقل؟ اوكي يلا. حد السما مجالك، متهاب سيف البطل، متهاب سيف البطل، ابيض نقي شالك، والعز
شتل وحراسك رجالك سبحان رب الجبل لا شمسك ما تغيب فمالي وانا ولادي على حبك ما في حبيب اكتب اسمك يا بلاد الشمس اللي ما بتغيب لمالي وانا ولادي على حبك ما في حبيب اكتب اسمك يا بلاد الشمس اللي ما بتغيب لمالي وانا لف الدنيا ودور وقضاع السماء بحور ونهدي بك يا بلدي ترجع على أرض النور ونعيد عيدك المواعيدك بالخير تزيدك موازن طيب يا مالي وانا ولادي على حبك ما في حبيب اكتب اسمك يا بلادي عالشمس اللي ما بتغيب يا مالي وانا ولادي على حبك ما في حبيب اكتب اسمك يا بلادي عالشمس اللي ما بتغيب شكرا.
وبنرجع مباشرة من سرايا بعبدة بهالحلقة الخاصة لمناسبة عيد الجيش، ومعي عدد من أهالي شهداء المؤسسة العسكرية وأيضا أهالي المخطوفين الذين ما زالوا مختطفين لدى تنظيم داعش الإرهابي. بدي تابع معهم على أن أنتقل بالجزء الثالث من هذه الحلقة لأستقبل نحكي عن الفن والغناء والشعر والأغنية الوطنية مع معين شريف، مع نزار فرانسيس ومع باسكال صقر. ولكن هلأ خليني أرجع لمهرجان سن الفيل اللي هو خاص لمناسبة عيد الجيش، من بعد ما سمعنا المطرب الكبير جوزيف عزار هلأ باسكال صقر عم بتغني. رح نسمع أيضا أغنية من باسكال صقر من مهرجان سن الفيل ونرجع نكفي حوارنا من سرايا بعبدة. يا جني يا باري عز يا ركل الدار حامل أرز المبيدس نرجع سوا من سن الفيل ومهرجان الغنائي إلى سرايا بعبدة. أهلا وسهلا بوضحى السيد زوجة الجندي المخطوف خالد مقبل حسن، ومعك ولادك اثنين، مقبل عمره 5 سنين وأزاد عمره 4 سنين. طبعا ست وضحى يعني هو من أكثر المشاهد اللي كانت مؤلمة وما بتروح من البال وقت اللي والدة زوجك جربت تحرق حالها بوسط بيروت. يعني هذا محاولة إحراق نفسها بوسط بيروت هذا مشهد ما بينتسى. هو وحيد لأمه، عاش يتيم الأب وخطف، وإن شاء الله قريبا نسمع خبر يطمئن عنه. وضحى في مرة قلتي أنا فوضت أمر خالد وباقي المخطوفين لله وحده، يمكن كان تعبير عن يأسك من كل شيء عم بينحكى وعم بيصير. بعده هالقد إيمانك قوي ومسلمي أمرك لله ولا شو؟ أكيد مسلمين أمرنا لله، لأنه لنا 3 سنين ونحن مثلا يعني نبوس إيد الجهة الخاطئة ونبوس إيد دولتنا وما في جواب، لا بيقولوا لك لا ميتين ولا طيبين، يعني منا عارفين شيء عنه. بعدين بس عندي سؤال لدولتنا، إنه ليش ما حامين أبو رسم وأبو مالك التلي وادي حميد؟ مش شو حامينهم وما بدني يحاربوا داعش؟
مش هيك شو هني وصلوا لمرض قدي عيش وقفوا الحرب. لا هلا في كلام انه المرحله المقبله ستكون مرحله الحرب على داعش. صح. والقضاء على داعش. صح. وان شاء الله انه كمان بنخلص من هالتنظيم. صح. هون بدي ارجع اسالك اولادك قديش كان اعمارهم وقت اللي بيهم انخطف؟ يعني عندك مقبل كان عمره سنتين. صح. وازاد كان عمره سنه. يعني ما بيتذكروا ما بيعرفوا بيهم. هلا اليوم كيف عم بتعيشيهم؟ يعني كيف عم بتعرفيهم على بيهم يلي هو من خلال الصورة يمكن من خلال الحكي كيف؟ هلا أكيد ما لازم خليني نسو بيهم إنه بتضل الصورة من قبالهم إنه هيدا أبوكم وهيدا مشان يضلوا متذكرين ربما يفكروا يفوضوا عليهم مشان إذا رجع بين يكونوا بيعرفوا أكيد يعني على الصورة بيعرفوا. مقبل مقبل مساء الخير كيفك؟ منيح؟ هذا فيك تحكي على هذا الميكروفون بيطلع صوتك. تعال حبيبي تشوف بدك انا هدي لك ايه. انت قد ايه عمرك؟ خمس سنين. خمس سنين؟ وانت بتروح على المدرسة؟ ايه. عاية مدرسة بتروح؟ البرو. طيب بأي صف؟ البرو. ايه بأي صف انت؟ روضة. صف الروضة. ليك الكاميرا وين؟ شفت مطرح من ضوء الضوء الأحمر؟ إيه شفت الضوء الأحمر هنيك؟ إيه خليك تطلع حلو على الكاميرا. إيه أنت شاطر بالمدرسة؟ إيه. متعذبة للماما؟ تعرف البابا وين؟ 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 عود عندش. عندش. شو بتقله اليوم للبابا؟ اليوم عيد الجيش يعني عيده. وهو جندي بطل وصار له 3 سنين مخطوف وان شاء الله بده يرجع لنا بالسلامه بده يرجع لعندك ولعند اختك ولعند والدتك ولعندكم كلكم. شو بتقول له اليوم للبابا؟ شو بدك تقول له؟ قل له بحبك، قل له ناطرك، يلا قل له قل له اياهم. بحبك ناطرك ناطرك. بعت له بوسه على الهواء. اوكي ازاد كيفك؟ هاتك بتستحي انت. هاتي هذا هاتي تفضل. أزاد قد ايه عمرك؟ 3 سنين ولا 4 سنين؟ 4 سنين. شو؟ 4. شو الصحيح؟ 4. 4. انت بتروحي على المدرسة ولا لا؟ بتروحي؟ خيك بعذبك؟ ما بعذبك؟ بيقتلنا. شو؟ بيقتلنا. يه بيضربك؟ ليش بتضربها؟ هي بتضربني بالأول. عم بيقول أنت بتضربيه بالأول؟ لا. مين ببلش؟ أنا بوكل في توكل بربي. حللنا إياها مدام. مين عمين الحق؟ عمين الحق؟ الاثنين الاثنين. عالاثنين؟ أنت بتوكل بربي. علقوا مين بيضرب الثاني. شو بتقولي له للبابا؟ بدك تبوسيه؟ بعتي له بوسة على الهواء. اوكي برافو. ان شاء الله قريبا خالد ان شاء الله قريبا خالد بيرجع لكم وضحه ومقبل وازاد. غنوه يوسف زوجة الجندي المخطوف محمد حسين يوسف والصبي الزغطور اللي كان هون ابنك حسين ويلي ما قبل يقعد. حسين ثورجي متمرد. ما بعرف اذا الشيء له علاقه كمان بالظروف اللي عم تعيشوها. يعني أكيد. عم نشوفه مش قادر يقعد ومش ما عنده جلد يقعد. غنوه طبعا والد زوجك حسين يوسف يلي حامل هالقضيه بدموعه بعيونه بقلبه بوجدانه ويعني وعزيز جدا على قلبنا حسين يوسف. فبنتمنى انه قريبا يرجع محمد. اليوم اخر مره مثل ما قلنا حلقتوا له شعره لابنك حسين كان بيه موجود ومن وقتها من بعد انخطف بيومين من وقتها قلتوا حتتركوا له شعره طويل لحين يرجع بيه. فان شاء الله قريبا يرجع. اليوم شو بتقولي لزوجك؟ شو بتقولي لمحمد؟ أنا بعتذر منه لأنه قد ما في جربت أعرف شي عنه. بعتذر منك يا محمد.
معلش ان شاء الله بتعرفي ان شاء الله عن قريب ترجع بتقولي له اياهم وجها لوجه هول الكلمات وهو اكيد بيعتز وبيفتخر فيكي وببيو لانكم انتوا بدموعكم وبعيونكم وبقلوبكم حافظتوا على القضيه واشتغلتوا لها قد ما فيكم. هلا الباقي طب يعني بالنهايه هيدي قضيه تتخطى قدرتك، يعني في دوله وفي مؤسسه وفي امور ثانيه. ما تلومي حالك، ما تلومي نفسك. والله جربت، ما خليتش جرود، ما خليتش داعشي ولا عرساله، بس لجرب اوصل لك ولو مره، بس مره، ومنيتي بس مره اشوفك بعد، بس لتشوف حسونة. بس مش عم تزبط. ان شاء الله قريبا، ان شاء الله قريبا غنوة بيرجع زوجك وبتنحل هالقضية. دموعك غالية، غالية علينا وعلى كل اللي عم بيحضروك وعم بيشوفوك. ان شاء الله محمد يكون بصحة جيدة ويرجع عن قريب. خبريني كيف عم بتخلي حسين يعرف انه بيو محمد موجود وهو جندي بطل والى ما هنالك. لا حسونة ما بيعرفش محمد ابدا، انخطف كان عمره شهرين. وقت اللي انخطف محمد كان حسين عمره شهرين. نعم، بس على الصورة بيعرف انه هذا بيو. صار بدنا قوات فصل لهالولاد. تعال تعال حبيبي تعال. قرب تقول لك اقعد هون عندي. ليك هلا بنسمع الماما شو بدها تقول. حسونا بيعرفوا لو محمد على الصور من الفيديوهات، يعني بيقدر يميز ايه هو بيو. هاي شغله فيه كثير حلوه لحسونا، بس بعده بيعرفش انه مع داعش. فكروا بالجيش عم بيجيب شيء وناطره. بضل يقول لي الجيش البطل وبابا بالجيش البطل، بس انه طبعا نسبة لعمره ما رح يعني ما رح يكون بعمر يسمح له يدرك انه هيدا الوضع يعني، بس انه ناطره يرجع. اكيد ان شاء الله هالانتظار قريبا ينتهي بخبر مفرح وبخبر حلو. بس بدي اسال الدولة اللبنانية سؤال من بعد اذنك. الدولة اللبنانية من 3 سنين نحن ما خليناش لا وزير ولا نايب، بدنا نفاوض على العساكر. ايش الرد من الدولة اللبنانية انه هي ما بتفاوض مع ارهاب لتجيب عسكر بالجيش اللبناني؟ بس اسا ليش الدولة اللبنانية عم بتفاوض مع إرهاب اللي قتلوا وعذبوا لنا العساكر، اللي قتلوا محمد حمية اللي ركع لهم، اللي نحن منركعش غير لله، ركع لهم محمد حمية من شان ما يقتلوهوش وقتلوه، واسا الدولة اللبنانية حميتهم بجود عرسال وعم بتخليهم اللي بدهم اياه ياخذوه بقبال عنصر من حزب الله. انا بس بدي اعرف لاي بقبال عسكري بالجيش اللبناني ما يفاوضوا، بقبال عنصر من حزب الله يفاوضوا لاي؟ على كل حال بتعرفي يعني عناصر المقاومة وعناصر الجيش كلهم غاليين علينا وغاليين على كل اللبنانيين، بس ليش ليحطوا لأنهم هن ساهموا بتحرير الأرض وبتحرير هالبلد. أكيد. بس على كل حال صرختك إن شاء الله بتوصل، وإن شاء الله مثل ما قلت لك قريبا المرحلة الجاية إن شاء الله بتحملكم الخبر الإيجابي. سارة حمية شقيقة الجندي الشهيد محمد حمية اللي أعدم، اليوم شو بتقولي لروح خيك اللي ممكن يكون هلأ عم بيسمعك؟ قبل ما اتوجه واحكي مع روح محمد بدي اتشكر المقاومة الإسلامية اللي بردت لنا قلبنا واللي خلتنا نشوف المكان اللي كان محمد وباقي الشباب محبوسين فيه. بدي اقوله لمحمد انه هنيئا له رفع لي راسي ورفع راس العيلة ورفع راس عشيرته، وبدي اقول له سمحنا اذا قصرنا نحن بحقك، بس نحن اشتغلنا قد ما فينا وان شاء الله بناخذ لك حقك كاملا من اللي سعى باعدامك وباستشهادك وبرجوعك إلنا جثمه. بالطبع يعني لحظه الاستشهاد صعبه، وبالوقت نفسه اللي اصعب انه يكون الجندي مخطوف عند جماعة إرهابية ويعدموه، يعني هيدي أقصى حتى من الاستشهاد على أرض المعركة. يعني الجندي لما بيستشهد على أرض المعركة هيدا قدره يلي بيكون حاطه بباله من وقت ما يفوت على المؤسسة العسكرية، بس الإعدام من قبل جماعة إرهابية هيدي الغصة يلي والحرقة يلي ما بتروح أبداً.
اليوم سارة أنت كيف بتتذكري يعني أكثر شيء بشو بتتذكريه لخيك؟ يمكن ذكريات معينة، محطات معينة، حدث معين يمكن أكثر شيء بتتذكريه فيه؟ محمد انأسر بعمر 22 سنة، كان عمري 14 سنة. قبل ما يستشهد كان في عيد، قبل ما ينأسر كان في ذكرى عيد، فبيوعدني إنه هو بده يعطيني عيدي. بيوم اللي فال كنت ناطرة على أمل إنه يرجع طيب، وناطرة العيدية من محمد، وبعني لهلأ ناطرتها ليرجع بخير، بس الحمد لله رجع لنا شهيد. هالحدث اللي صار معنا كتير مؤثر، وخصوصي الفيديو اللي صوروه هو لمحمد حسين بوضع كان مأساوي جدا. يعني كان عم بيناجي الله من قوم ما بيعرفوا الله، كان عم بيناجي الله من قوم ما بيعرفوا الله، ونفذوا فيه حكم الإعدام، وحتى ما سمعوا مناجاته لمحمد، بس عتبي على الدولة، عتبي على الدولة اللبنانية اللي ما عطت قرار للجيش بساعة المعركة إنها تدخل وترد أسراها. نعم. وعتبي على قيادة الجيش اللي سمعت القرارات السياسية، لأنه الجيش محكوم من القرارات السياسية. نعم. أكل حال تحية لروح محمد حمية البطل، ويلي عم تقولي هيدا الفيديو المؤلم هيدا ابدا ما بينتقص له لا من قيمته ولا من قدره ولا من بطولته، لانه هيدا معروف شو ظروفه كان هالفيديو. جمانة ابو صعب شقيقه الملازم اول الشهيد جورج ابو صعب المغوار، بتتذكري الاحب على قلبه؟ اي مغوار. انت بتتذكري طفولته لجورج انه كانت لعبته المفضله لعبه العسكر؟ مزبوط. هلا اكثر شيء شو بتتذكري بهالنهار من 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 طفولته، من ذكرياتك معه؟ من بتذكر وقت كنا صغار نحن كنا ننام بنفس الاوضه، وكان هو دائما على العيد الهديه تبعه هن العسكر المينياتور مع الدبابات مع الطيارات، يعني جيش كامل. كان يشحطنا من الأوضة ويعمل التخت بالحرمات، الحرمات الشتوية بيكونوا هيك بني وبيج، يعملهم جبال وتلال، ويعمل جبل ويصفهم، يصف العسكرية ويعمل السكنات، ويعني يحط لك جبهة مثل ما هي، يقعد من الصبح لعشية ما يخلينا نفوت على الأوضة يصفهم، وبس يجي من عشية بدنا نفوت ننام، نعمل جدل نحن وياه انه يعني خلص يلا دبهم بدنا نفوت ننام. ما بيقبل هو يرجع انه يشيلهم ويحطهم، بده يرجع يصفهم بالعلبة تبعهم، كل عسكري بمحله، كل دبابة، كل كاميون لحالهم، ويرجع يضبضبهم. يعني تاخذ معه الخبرية شي ساعتين لنرجع. كانت لعبته المفضلة، وكان حلمه العسكر يلي مشي فيه وللنهاية 100%. يعني كان عمره 17 حلمه بالحياة، كان عمره 17 سنة، ترك المدرسة، التحق بالجيش لما انهى دورة المغاوير، كانت سوق الغرب اول جبهة عنده، كانت جبهة صعبة طبعا بوقتها. يعني مرق، كان هو بعد ما اكتسب هالخبرة، بس هو اذا بدك الخبرة اللي اكتسبها هي من المشاهدة ومن حبه. يعني ما صدق هو فات على الجيش وخلص دورة المغاوير وصار على الجبهة حتى يعني يمارس كل هالأحلام اللي كانت براسه، كل هالأشياء اللي كان عم بيراقبها طول فترة طفولته. على كل حال مثل ما قلنا، يعني بسوق الغرب كانت جبهة التحق فيها، وبعز دين الحرب، وكانت صعبة. بنهر البارد أصيب 3 مرات ورفض يترك الجبهة. كان دايما معروف بحماسه بحديثه عن الجيش، ياخد ابنه معه على السكنة، كل هيدي الأمور. مزبوط. إلى أن كان نهار الأحد المشؤوم يلي استشهد فيه، وانت من وقتها يعني صار عندك حماس اكثر، وكرستي حياتك يمكن للدفاع عن المؤسسه العسكريه ولهالقضيه. بتقولي صلواتنا ترفع دوما لاجلكم كي تعودوا الينا سالمين، انتم الذاهبون بعيدا للموت من اجلنا. فانا بدي بهالنهار شو بتقولي لخيك اذا هلا كان عم بيسمعك وعم بيشوفك، وشو بتقولي لكل العسكر اللي عم بيواجهوا الخطر بهالمرحله؟ بوعده انه نحن دمه ما رح نقبل يروح هدر، ومثل كل سنه كنا نعيده بهيدا العيد، دائما من بعد ما يخلص العرض العسكري كنا نتلفن ونعيده.
كمان بدي عيده، بدي عيد كل رفقاته اللي لبسوا البدلة العسكرية، اللي كانوا هلأ حالياً بعدهم بالجيش أو اللي كانوا صاروا متقاعدين. هن لولاهم نحن ما عنا لبنان. وعدي إلو إنه دمه ما رح يروح هدر، والمجرم رح يتحاسب ورح يكون عبرة لكل مين قدر يعني سمح لنفسه يتطاول على المؤسسة العسكرية. أنا بدي أتشكركم على وجودكم معنا، جمانة، جورجيت، سارة، وضحة، غنوة، ومقبل، وأزاد، وحسين. شكراً لوجودكم. إن شاء الله الشهداء تكون نفسهم مرتاحة بالسماء، وإن شاء الله المخطوفين قريباً قريباً جداً يرجعوا. أهلاً وسهلاً فيكم. بعد الفاصل الإعلاني الجزء الثالث من هذه الحلقة، الأغنية الوطنية، الشعر، الموسيقى، الغناء للوطن للجيش، مع معين شريف، حبيب قلبنا معين شريف وينه، ونزار فرانسيس، وباسكال صار إذا لحقت تخلص مهرجان سن الفيل وتلتحق فينا بعد هذا الفاصل. أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبي كاملا حفاظا على علم بلادي وسودا عن وطني لبنان. متابعين معكم هالحلقة الخاصة لمناسبة عيد الجيش مباشرة من سرايا بعبدة. بهالجزء من الحلقة بيسعدني استقبل الشاعر الكبير نزار فرانسيس. أهلا وسهلا فيك أستاذ نزار. أهلا فيك. بيسعدني استقبل المطرب العزيز معين شريف صاحب الصوت الحلو والمميز. أهلا وسهلا فيك. أنتم معروفين بأعمالكم، بانتمائكم، بنفسكم الوطني، فبيسعدني استقبلكم معي. ومانا ندمنين ابدا. الله يخليك. وانا سعيد جدا بوجودكم. الله يخليك. بدنا نحكي عن دور الفن والغناء والشعر والموسيقى. الاغنيه الوطنيه، الشعر الوطني، العمل الفني الوطني. صحيح. ورح تنضم لنا الفنانه باسكال صقر لانه خلصت مهرجان سن الفيل وحي على الطريق جاي. بس قبل ما بلش بهذا الحديث، معي مباشرة عبر الهاتف معالي وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف، يلي كان المفترض أنه ناخد منه اتصال بأول هذه الحلقة، ولكن نتيجة ارتباطه بمناسبة لها علاقة بعيد الجيش تأخر الاتصال لها. معالي الوزير مساء الخير وكل عيد وانت بخير. مساء السنور. وهذا العيد هو عيد كل لبنان، بعيدكم انتم كمان، وبعيد ضيوفك الكرام من اجمل صوت لاجمل شعر. ينعاد عليك معالي الوزير. وانتم بألف ألف خير. وانت الله بألف خير. خير. معالي الوزير، اليوم كان العيد مميز، كان في العرض العسكري وتسليم السيوف بعد ثلاث سنوات من الغياب ومن الفراغ. ومنشوف انه اليوم اكتسب هالسنه العيد اهميه مضاعفه. هل لأنه الاحتفال بعد غياب ثلاث سنين، أم لأنه الجيش يمر بلحظة حساسة لها علاقة بالمعركة ضد الإرهاب، أم ماذا؟ أول شيء الطابع الخاص هو أول عيد للجيش بظل وجود فخامة رئيس الجمهورية اللي هو القائد العام للقوات المسلحة. هذا الرجل تخرج ب 52 وتقلد السيف اللي قلده اليوم، وهذا يثبت انه لبنان باقي. الشغله الثانيه الجميله انه نعم اليوم عندنا جيش ينرفع الراس فيه.
عنا قائد جيش بحيي اليوم وبأكد أمام كل حضورك وكل المشاهدين أنه وزير الدفاع مثل آخر عسكري بخدمة هالجيش، والغطاء السياسي المطلق لقائد الجيش ولكل ضابط وعسكري ومجند ورتيب. فليكن بمعلوم الجميع أنه مهام الجيش هي واضحة، هي حماية كل شبر من أراضي لبنان، هي حماية مياهه، هي حماية نفطه، هي حماية المواطن تبعه، وهي حماية أسيره. لازم يعرف، وهي رسالة لأهالي المخطوفين بالجيش. نعم، اللي كانوا من شوي معنا بالحلقة. نعم والله ما كنت معكم، بس أنا واجبي أكد أنه العسكري الأسير بكتابي أهم من العسكري بالخدمة، لأنه أنا ما فيني أطلب من عسكري يقاتل ويدافع عن أولادي إذا ما أنا بكفل له وبضمن له أنه ما حخليه وما حأنسيه لحظة. شغلتين الجميلة، وبتمنى المشاهدين يرجعوا يشوفوا فيلم اليوم. نعم. اليوم تقلب ثلاثة ماجور لثلاث دورات اللي ما حلف الحظ وطلع لهم التخرج بالسابق. نعم. 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 وبدي حيي كمان قوى الأمن الداخلي، لأنه طليع الدورة هذه السنة هو من قوى الأمن الداخلي، وهذا يثبت أنه نحن كنا من فرد مدرسي تحت قائد واحد أعلى للقوات المسلحة. نعم، اللي هو فخامة رئيس الجمهورية. نعم، معالي الوزير. بدي كمان بس أقوي بشغلي غياب اللواء عباس إبراهيم اللي أنا بحييه، اللي قاله اليوم هو أثبت أن القوات المسلحة تسهر ليل نهار لخدمة الوطن. صح. ولم يتمكن له أن يحضر هذا التخرج لأنه كان عم بيقوم بواجبه الكامل اللي هو المفاوضات لتأمين انسحاب الإرهابيين بشكل أنه يتاهل تنفيذ مهام القوات المسلحة الشاملة. بتمنى بها العديد ما بقى نحكي دركي وأمن عام وأمن داخلي وجمرك وأمن دولي. نعم. نحن مؤسسات تابعة لقائد أعلى للقوات المسلحة. نعم. بتمنى واليوم أثبتناها، يعني شوف هالرمزية شو حلوة. نعم. نعم. معالي الوزير، معالي الوزير، بس أنا بدي شوي استفيد من الوقت معك وأسألك، هل في معلومات هيك ومعطيات أخيرة لها علاقة بما يدور في الجرود على صعيد موضوع تنفيذ البنود الاتفاق، على صعيد الأمور التي لها علاقة بالترتيبات الميدانية؟ مع احترامي لكل شيء في آراء قد وردت لك. نعم. واحترامي لكل خبرة الخبراء الاستراتيجيين العسكريين منهم الضباط الحاليين والضباط القدامى، لا يسمح لأي شخص أن يعطي أن يبدي أي رأي في وسط عمليات. نعم. خلينا نكون واضحين، هذا الجيش مكلف بمهام ممنوع حتى وزير الدفاع يتدخل ويقول انا رايي هيك وانا بعرف هيك وانا بدي هيك. نعم. انتم بدكم تحطوا باذهانكم انه عم ندافع عن ديمومه وكيان لبنان. نعم. ولا يسمح ان عن معرفه او غير معرفه نضلل الراي العام او نضلل او نعطي اي معلومات. بقى بتمنى وقت تخلص العمليات بنخبركم كل شيء، كل التفاصيل، وعندكم وعد مني، ولكن في خضم العمليات يمنع التداول بالعمليات التي هي صلاحيه
قيادة الجيش اللبناني الحصرية. نعم، أنا بدي أشكرك معالي وزير الدفاع يعقوب الصراف على هذه الإطلالة عبر الهاتف، على أمل أنه قريبا تكون ضيفنا وقت اللي بدكم للدفاع عن الجيش وقت اللي بدك. نعم، على أمل تكون قريبا ضيفة بحلقة من الأسبوع في ساعة، لأنه حكينا سبق وحكينا عن هذا الأمر، فبتمنى قريبا تكون ضيفنا بالحلقة المقبلة أو اللي بعدها ما بعرف، بنرجع بنحكي. وعد وكل عام وأنتم بألف ألف خير. الله يخليك، شكرا معالي الوزير، أهلا وسهلا فيك. أعود لضيوفي باسكال صقر، مساء الخير وأهلا وسهلا فيك. لحقت تنضمي لنا من بعد ما كنا عم نشوفك ببهرجين سن الفيل، نقلنا أغنية بارت من الحفلة، فدايما أنت أغنياتك للوطن وللجيش أغنيات مميزة ومن زمان من أول بداياتك، أهلا وسهلا فيك. أنا اليوم بدي أسأل عن دور الفن والأغنية والشعر بالنسبة ل قضية الوطن والجيش. أستاذ نزار فرانسيس بمسرحية فخر الدين بيقول فخر الدين نصر شمس الدين لعطر الليل لفيروز العظيمة، بيقول لها أنا السيف وأنت الغنية، وإذا يا عطر الليل صار ما صار وانكسر السيف بتكمل الغنية. هل قد دور أساس الغنية بحياة الوطن، بحياة الجيش، بحياة النضال؟ كيف ممكن تختصر دور الأغنية ودور الفن بهالإطار هيدا؟ الأغنية هي شريكة بكل هاي الحالة الوطنية، لأنه فعلا مثل ما قالوا إذا انكسر السيف الغنية ما بتنكسر، السيف بينكسر بس الغنية ما بتنكسر، فمشان هيك الغنية هي رفيقة كل الثوار بالثورات، رفيقة كل النضال بالنضال، رفيقة كل الجيوش على الجبهات، ورفيقة المواطن اللي لازم يكون هو ركيزة أساسية ورا دولته ورا جيشه. فهاي الحالة الوطنية اللي اسمها غنية هاي دي بتفوت على بيوت الناس من الشبابيك من البيوت من دون ما يفتحوا لها، وعند الكل وبدون استئذان بتسكن بقلوبهم وبيحبوها وبتفاعلوا معها وبتفشلهم خلقهم لما بيكونوا عندهم أحباط بتعطيهم معنويات، ولما بيكون في عندهم فخر وعزة وانتصار بتفشلهم خلقهم بتحكي عنهم بالعزة وبالانتصار، بتترجم إحساسهم. طيب هون بدي أتوقف عند شغلة وبدي رأي باسكال صقر ومعين شريف وبدي رأيك كمان، هل أغنية الوطنية هي دورة حماسي، دورة ثورجي، دورة البعض بيقول دورة تخديري، يعني أنه لما بيعيشوك يعني بهالشكل الحماسي أنه بصير الواحد عايش حسب إذا في مبالغة أو دورة الحلم، يعني إعطاء الصورة الحلم عن الوطن وعن البلد وعن، برأيك شو الدور الأساسي لإلها؟ يعني وكمان بدي أسأل الأستاذ معين، يعني من تجارب خاصة وبسمع شو الناس بتقول، إنه نحن الأغاني اللي أنا عطيتها مثلا بكل بساطة بتقول الناس هالأغاني خلتنا نضل نتشبث بالوطن، خلتنا نضلنا صامدين، نضل نحب لبنان، إذا سافرنا ننطر أيمتى بتزبط الوضع لنرجع. يعني الأغنية عندها كل هالحالات هيدي، إنه تخليك تحب الوطن وتتعلق بالوطن. يعني نحن بعتبر إنه الحرب الـ75 كانوا صمد هالشعب، لأنه كان في مسرحيات فيروز وأغاني الوطنية وهالمسرحيات اللي عبت الناس زخم ووطنية وإيمان بهالأرض وعنفوان، وباركي كان العامل الوحيد يلي كان يوحد الناس. أكيد يعني يوحد الناس، الفن بيوحد الناس، كان هو فيروز وصباح والأستاذ وديع بالحرب يلي كان يجمع كل اللبنانية. بعدين إذا بدي أعطي مثل، مثلا أغنية زهرة المدائن عاشت عليها القضية الفلسطينية وبعدها لهلأ، يعني قديش عطتها زخم وقديش عطتها قوة يا قدس، وبعدهم لهلأ بيحطوها طبعا. يعني الأغنية مثل ما قال أستاذ نزار فعلا ما بتنكسر، وهي اللي بتخلد وهي اللي بتضل تجيش العالم للأبد على المدى. أستاذ معين، أنا قبل ما أجاوبك على السؤال بدي أتوجه بالأول لقرايبي بنت شريف، لأنه بعد ما طلعت على الضيعة للتهاني والتبريك بمناسبة استرجاع شهيدنا البطل حسن شريف، فتهانينا لقريبنا. بالنسبة للغنية يعني اللي حكوه أستاذ نزار والست باسكال طبعا مهم، ولو ما تكون مهمة ما كانت ترعب العدو الصهيوني الغنية، والدليل أنه في أحد رؤساء الوزراء الصهاينة قال أسكتوا الإذاعة المصرية قبل مدافع عبد الناصر.
قديش، لانه هي بتلعب كمان دور غير المعنويات اللي بتبعثوا للمجاهدين او الجنود يعني على الجبهة. الأغنية هي بتكون يعني الاغنيه الوطنيه، الاغنيه الوطنيه دوره حماسي ودوره كمان ثورجي ودوره عمل لما بتقطع الاغاني يعني تعطي العدو ايه تعطي الحماس وتعطي الزخم وترعب المعنويات للناس. طيب قد ايه برايك، هل كل صوت غنائي او كل فنان مؤهل انه يقدم اغنيات وطنيه؟ يعني مثلا انا ببالك احيانا بتقول انه في شعراء معينين انه اكثر من غيرهم بيكتبوا اغنيات وطنيه، في اصوات غنائيه معينه مطبوعه اكثر ببال الناس انه هول بغنوا اكثر اغنيات وطنيه، هل لانه بالصدفه او لانه في ناس كاركتيرهم ما بيلبق وفي ناس كاركتيرهم بيلبق؟ حضرتك عربت الموضوع له أمراض بتكون بالتخديرية لأنه بيصير فيها مبالغة، وهون بدك ترجع بقى مين الكاتب ومين اللي عم يأدي، والحالة هل هي صادقة أم هي تمثيلية، هل هي موضة أم هي قضية، يعني بكل هذه العوامل بتأثر. اليوم الحمد لله تجربتنا، خليني أحكي عن تجربتي أنا والأستاذ نزار فرانسيس من سنة 96 وأنت وجاي، لأنه كل ما كتب أو ما كتبه نزار فرانسيس كان نابع من قلبه ومن قناعاته، ولأنه أنا أديت كمان من قناعاتي كل أغانينا اللي عملناها وصلت إن كان للجيش أم للقضية أم هذا خاصه بالصدق. باسكال واحدة من الناس اللي كمان مسكت قضية، هي القضية الوطنية اللي كنا سوا نحن بنتغنى فيها، كمان أغانيها وصلت وعاشت وخلدت شكرا الله إيه. لأنه غنيناها بصدق إيه باسكال، بس إنه كانت عن صدفة، يعني أنت انطبعت بطابع الأغنيات الوطنية، يعني أرضك الكرامي وطني، رشو الفل، بيدر الأبطال، يعني عندك يعني ريبرتوارك طاغي مجموعة عوامل يعني إيه. أنا كمان ربيت ببيت وطني، الوالد يلي هو الرجل السياسي الكبير، وكل هالأفكار الوطنية اللي ربيت عليها، وجو استاذ سعيد عائل والست ميمور، هالجو اللي كله لبنان بعد الله، ولبنان اللي هو لبنان اهم شيء، لبنان الرحابني ولبنان. وتعرفت على استاذ الياس رحباني، وكنت ولد يعني، واجت الحرب، يعني كل هالعوامل ساعدت انه مثل كانه فتت بشكل كثير طبيعي على الاغنيه الوطنيه، وصرنا من اغنيه لاغنيه اخرى، والناس صارت تطلب اكثر، يعني كلها صارت صدف. استاذ نزار، برأيك الأغنية الوطنية هل إلى أربابة؟ يعني هل كل فنان قادر يقدم عمل وطني، لا. مسرحية وطنية أو أغنية وطنية أو قصيدة أو لحن؟ لك ليش؟ شو؟ في أصوات فايتة على الفن، داخلة على الفن، لك تعمل تجارة بتنجح بالمحل التجاري، بتنجح بس ما بتصدقها. في سبحان الله في اصوات لو عملت لها، لو انا كتبت لها اغنيه وطنيه ما بتصدقها الناس. في اصوات ما بتقبض منها الوطنيه، الناس ما بتقبضها جد يعني. الوطنيه، الاغاني الوطنيه بدها صدق كاتب وملحن ومؤدي، حتى بدها صدق ثلاثي. ليش؟ لانه بالاغاني الغراميه التجاريه والاغاني الغرام حتى عادي كتير نحن بنقول، الشاب بيقول لحبيبته انا بموت فيكي وبموت كرمالك، بس ما حدا مات كرمال حدا، بس ارضك بتقول انا بموت كرمالك وبتموت كرمالك. حلو، لانه بده يكون في صدق. الكلمه اللي بتقولها بالغنيه الوطنيه بدك تكون قدها، لانه اللي نحن عم نغنيه عم نعمله عم نفعله. لما بنحكي انه بنموت كرمالك يا ارضنا وبنسقيكي بدمنا، في ناس عم تموت كرمالها وعم تسقيها بدمها. ما حدا قال لحبيبته موت في مسؤوليه، عم توجه ناس لخط معين يعني. في مسؤوليه، مش انه مش لعبه طبعا وطنيه، وبده يكون فيها صدق. اذا هو صعب الواحد يختار، وبيبقى الواحد الفنان بيبقوا اغانيه مثل اولاده، يعني صعب يميز بيناتهم، بس اذا انت استاذ نزار بيبقى في عمل معين او قصيده معينه يمكن مش هي الاجمل عندك، بس يمكن الظرف تبعها كان جدا خاص، يمكن ظرف له علاقه بحاله انت عايشها او بحاله عامه بالبلد. اذا بدك تختار لي اغنيه معينه بتعتبرها انه كان ظرفها خاص والاعز ربما او الوطنيه، ايه وطنيه طبعا. انا بقول لك هلا، مش لانه استاذ معين معنا، بس نحن عملنا شغله بال96 97 لا
لازم تعرف يا محتال كان بعده الاسرائيلي. انت عملت عدو الاسرائيلي عنا، بس انا غنيتها بال2000 كان بعده عنا وكتبنا له لازم تعرف يا محتال نحن مين وانت مين. اخذنا هيدا الموقف. انا هيدا الموقف بعتبره بالنسبه لي تاريخي، لانه واجهته مباشره وقلت له الغنيه، قلت له الشعر، كتبت له اياه مباشره وغناه الاستاذ معين كمان من قلبه. نعم. فانا بعدني بذكر لما كنا عم نسجل باستوديو كيف كان الحماس وطريقه تنفيذ العمل. اي سنه سجلتوها انت؟ بال2000 بال2000 قبل التحرير بثلاث شهور. كتبتها بال96 وسجلتوها بال2000. صحيح. كتبها بال96. نعم. هل هي بالنسبه لك الاغنيه الوطنيه الاعز يا ما لقى في عندك غيرها؟ هي البصمه ما في مثيلها لحد هلا، يعني هي كانت بصمه، ومش بس على مستوى الغنيه الثوريه او الوطنيه، هي عملت هويه لمعين شرايف هيدي الغنيه. ايه انا كنت بعدني محتمي بعبايه الاستاذ وديع الصافي الله يرحمه وبعدني بفتخر فيها يعني لحد اليوم، بس ما لقيت شخصيتي اللي هي شخصيه معين شرايف الا من وراء العمل اللي عملناه. نعم. باسكال صقر، اغانيك الوطنيه كثيره، شو هي الاعز لك؟ كمان صعبة، لأنه مثل بس يمكن بركي مرتبطة بظرف معين. بتضلك من غنية؟ شو هي؟ وبحبك بحبك. طب ما الميكرو عندك ما هيدا ما بيمشي الحال؟ من ثلجك أنا، من بحرك أنا، أنا جاي من اضطرابك مشوار، تعبان مجرح شو بيهم، بتضل أرضك تغزو النار وتزهر شهدا وثوار، شهدا وثوار، شهدا وثوار، يا أرض السيار الأحرار. الله طب كفيها لا انا كنت اسمع لها اياها بالثمانينات. بتضلك تهرب شجر الطفوله. الله للاستاذ منصور وولاء وصغارك طلعوا من الصيف يا زهره ما من خجولي، صرتي بايديهن سيف، لوح لي بايدك حبيبي من كل بادر، حبيبي لوح لي بايدك حبيبي من كل بادر، حبيبي واحميني من الشمس الغريبه، حبيبي من الشمس الغريبه، حبيبي حلو كثير. شكرا. هي سيمفونية يعني. شكرا باسكال صقر، شكرا لك كثير. لازم تعرف انه الارض اللي انت عليها بطول وعرض صارت كل دروبها نار، تحبى الكره تخلف بغض، من قاوم للنهاية وللحق منرفع رايي، لا تفكر انت الجاي، لا تفكر انت الجاي، لا تفكر انت الجاي، نحنا لا عندك جايين، ولازم تعرف يا محتل نحنا مين وانت مين، نحنا هيهات من الزل وانت للزل عناوين، منموت ونحنا واقفين. الله. شكرا معين شريف، شكرا باسكال صقر. فاصل اعلاني ثم اعود لمتابعه هاللقاء، وبنسمع شعر من الاستاذ نزار فرانسيس، تحيه للجيش وللوطن، بعد هذا الفاصل الاعلاني. سودا عن وطني لبنان.
ومتابعين هالحلقة مع ضيوفي الشاعر نزار فرانسيس، المطرب باسكال صقر، والمطرب معين شريف. أهلا وسهلا فيكم من جديد. طبعا نحن هون بهيدا المطرح سرايا بعبدة، يلي السنة الماضية كانت بفتكر آخر حفلة لأبو مجد. الله يرحمه. بهيدا قبل آخر حفلة بهيدا المطرح. الله يرحمه. هون كانت صحيح. مهرجان بعبدة السنة الماضية قبل آخر حفلة صحيح. وهالسنة حضرتك أستاذ نزار رح تكون هون ب 26 آب وباسكال صقر ب 27 آب. صحيح. شو رح تقدمه هون؟ شو رح يكون فيه؟ رح يكون في من قبل إدارة المهرجان بدون يعملوا لفتة تكريمية لموسيقار ملحم بركات، ورح يكون إلي كلمة أنا بال أها. وباسكال صقر ب 27 آب عندك مثل العادة مجموعة أغاني لإلي قديمة وشوي مش كتير قديمين. يعني الناس بتحب دائما الأغنية اللي فيها ذكريات أكيد اللي فيها حنين وفيها هيك مجموعة أغاني لإلي. بعد في معين شريف يعني تتكمل القصة. ما هي لازم 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 يعملوا لك حفلة هون إن شاء الله طالما تيكونوا الكل موجودين. كانت موكلة أو يعني الناس تعودوا على الموسيقار ملحم بركات. بيني وبينك لحد هلا نحن بعد مش مصدقين إنه غادرنا ملحم بركات، إنه حيبقى عايش فينا وعايش بهالحالة بهالأعمال اللي عملها خالد. اذا فينا اكيد هو الفنان حتى لو راح اعماله بتبقى وصوته. ما قلنا الاغنيه ما بتروح. ايه الاغنيه ما بتروح ما بتروح. استاذ نزار انت معروف بكلامك الحلو بشعرك الحلو عن الوطن وعن الجيش وعن وعن البلد. شو بدنا نسمع منك اليوم؟ قصيده وطنيه او قصيده للجيش بعيده؟ بدي اقول لبنان غيمة حقد شتت بأرضه نار، والأرض فيها بطل وحده الوطن دينه. هب البطل تيعين والحول كتار، البيعين أرضه يا ربي بقدرتك عينه. الله كتروا المقاسي يا بطل خافوا الصغار، مديت ايدك عحد السيف تتلينه، وعالسيف دمك مشي زهر كرامي وغار، ومن قاب عيدك صبغ لبنان تشرينه. الله عالدار مي الغضب حامي الحقد غدار، والدار دارك بس الغدر مينه، مازال أهلا معك كلهم يا حامي الدار، كسر ركاب الغضب ودعاس عجبين. الله حلو. الله الله حلو. يسلم تمك. شكرا. يسلم تمك استاذ نزار. شكرا. بدي احكي معكم عن الفنان والتزامه السياسي. معين شريف برايك لاي درجه اذا الفنان اعلن بوضوح، يعني في فنانين بيعلنوا بوضوح انه التزامهم السياسي مع هالحزب او مع هالتيار او الاخر، وفي فنانين بيقولوا انه احنا كوكب ثاني ونحن لكل الناس الارضيه. انا طبعا كل حدا بداخليا بس يعني بس هلا بداخله بيكون مزبوط دخلك انه هو مخصص. ما عم نقول لك كل حدا بداخله عنده ميوله والتزاماته، ولكن اعلان هذا الالتزام برايك يفيد او يضر؟ لانه نحن ببلد في انقسامات. حسب يفيد شو والله. لا بيفيد الفنان ولا لا؟ على اي مستوى؟ على مستوى شعبيته. المادة. لا على مستوى لا مش المادي، على مستوى شعبيته وجماهيريته يعني ومسيرته الفنيه. انا من الناس اللي بقول انه الحياه هي وقفه عز وهي موقف، ونحن بس نفوت او بنعلن راي ما عم نعلن نحن والله مع الموازنه والله ضد السلسله والله مش فايتين بهالزوارين. نحن عم نحكي بخطوط عريضه وبقضايا عظمى. قضية فلسطين ما لنا سياسة قد ما هي هيدي موقف إنساني وموقف أخلاقي موقف ديني حتى. وأما بالنسبة لحدود بلدنا ولا نوقف مع أي، يعني شو رأيك إنه مثلا إذا في مثلا تكفير وفي مجموعة لبنانية هلأ هون بسموها حزب الله، هونيك بسموها مقاومة، هون ما عم تقاتل هالتكفير، هل المتفرج هلأ بيكون لبناني؟ أنا بدي هالمشهد بس.
في حدا جهة تكفيرية جاية مكفرة كل الشعب اللبناني. أنا حقيقة عندي بنفس السعر وجهان لعملة واحدة، شو؟ الصهيونية والإرهاب. نعم. التكفيرية. هلا هيدول نحن اعلنا موقف، هول القضايا الوطنيه. نعم. الكبيره. بس انا قصدي هيدا الفنان العمياء، هاي نحن الاشياء العريضه. انا قصدي الانتماءات بركي الداخليه. ايه والداخليه. يعني هل انتم مع انه الفنان يعلن التزامه السياسي؟ مثلا انه انا مع حزب فلان او مع تيار الفلان. انا مع. انت مع. باسكال؟ والله بصراحه جورج، انا كنت امرق بمراحل أكتر شوي أحسن، عم بتحمس لهم أكتر من هالجهة، بيرجع بعد فترة لا بحس هالجهة شوي عم تزبط أكتر. يعني بقلك بصراحة وبكل صراحة، أنا مني مع حدا مع لبنان والجيش اللبناني. أنا موقفي هيدا اللي وصلت له بالآخر، لأنه كلهم بالداخل مصالح لسوء الحظ. أنا للأسف ما بياخدوا حسب حكيهم إذا حكوا مليح ولا لا، لا حسب توجهاتهم. ما بقى عم سلبي حدا بصراحة، وممكن تخليك إنه تعشقيهم من وراء حديثهم. أنا بالحق أنا عاطي نهاية حضرتك وأنا والأستاذ نزار وكلنا عم نراقب ومنعرف وين الحق وين الباطل. أنا بنصر أي مطلب حق، وأنت يمكن نعم شهتني بكل حال. يعني انت من اكثر حركات نزلت. انا ما كان لي قصه لا بهاودي ولا انت من اكثر. شفناك مجد على انت من اكثر الفنانين يلي وقت اللي بيكون في التحرك الشعبي اللي كان والمدني. انت كنت موجود وكانوا يرفعوك على صعيد على الكتاف. يوم اللي بس شو رجعت فكرت بعدين؟ يوم اللي انظلمته كجديد، مين كان صاحب فكره التضامن مع الجديد؟ ونزلت وكرمال في راس حطوم، واحد كان عندي اكثر من محطه انا واقف فيها، وعلى جرود عرس طلعت من كميون مع زميلنا عمار. يعني أنا أي موقف فيه حق بدك تلاقيني نصيره. طلع ملعاني معين هيك الفن الفن فوق كل شيء. يعني أنا كنت بحبك ما كتير تفوت بهيك. أنا بدي أقول أنت عم تروح هذا الكوكب اللي قاعدين فيه. أنا بدي أقول أنا برأيي أنا خليكم أنتوا بالكوكب. لا مش أنتوا، بالعكس نحن الناس ولو نحن عم نحرك العالم بالعكس. لا بس أنا بدي أقول شغلة. الفنان حقيقة بتبهدل بالوضع السياسي. الفنان المفروض يكون هو همزة الوصل، لأنه الفنان جمهوره اللي بيحبه بيحب فنه ما ممكن يكون سياسيا بيحبه بس، لانه لازم يكون في عنده. يعني اكيد انا بعرف من معين بشكل عام بكل فئات المجتمع اللبناني. يعني في ناس بشكل عامل وحده بين الناس، مفروض يكون هو همزة الوصل، هو بيجمع الملتقى لكل هالناس فيه. لانه لقلك ليش؟ لانه الشفافيه والصدق بالمحبه بين الفنان وجمهوره اكثر بكثير من السياسي وجمهوره. اكيد نحن عندنا صدق مزبوط. اذا بتلاقي بالبيت بيحط صوره اللي بتحبه او الزعيم او النايب او رئيس الحزب بتحطها بمحل معين ببيتك. بس في حميميه بين الفنان والناس اللي بيحبوه. بيحطوا له صوره على التخوته بقلب الخزانات بأوض النوم. يعني وهلا بطلت موضه الصور، صار كله على السلولار. يعني بنايم حده. طيب فاللي بدي اقوله انه لازم يضل الفنان هو همزه وصل. احنا بنتمنى انتم من الفنانين ومن الاصوات والغنائيه ومن الشعراء يلي بنعتز فيكم لمواقفكم ولاعمالكم الوطنيه. وهيدي كانت اطلاله بهالحلقه، تحيه للجيش اللبناني. هات الحيه. كيف بدك تحيي غناء؟ اعطيني ميكروفوني. خليني خد ميكروفوني. حلو احلى. تعطينا صوت موجود. والحكي ما بيخلص قدامك بيرخص، وبتوقف الكلمة عالساني وبتتأهب لك. عجبينك الأرزي مغروسي بالعزي، بحبك يا جيش اللبناني، بحبك يا جيش اللبناني، بحبك يا جيش اللبناني، بحبك يا جيش اللبناني، ورح ضل بحبك مغوار. وبشوف حالي فيك وبكبر، ما في مثل رجالك عسكر يا جيش بلادي. والنار شعل بإيدك بتعليها، أخلاقك بتغنى فيها، عزي لأولادي. وبتوقف الكلمة عالساني وبتتأهب لك، بحبك يا جيش اللبناني، ورح ضل بحبك. حلو كتير، حلو كتير. سمعينا شيء؟ شو بدك تسمع؟ الو
شوية صوت إذا شيء موجود. ألو. موجود. طب بركي بغني. لا موجود موجود. ألو ما عم بسمع. هلا بركي بنقول يا حامي الحمى. هون بدي وجه تحية لروح أستاذ وجدي شيا الله يرحمه، وحسن سعد يلي ان شاء الله يا عماد جوزيف حبيب قلبي كان صديقي بالمدرسه، كنتوا بنفس الصف بالمدرسه. كان يقعد وراي حرام. ايه وكيف 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 كان يسرق لي الشنطه اطلع يا عمي وين شنطتي. وبعده جوزيف الف تحيه لك حبيبي والله يحميك عن جد، نحن كلنا بنفتخر فيك. يعني كنتوا اصحاب بالصف ولا؟ اكيد بابا عم بقول لك وراي كان حبيبي حبيبي جوزيف. يا حامي الحمى احميها الحمى واحميهم، فرسان الحمى رايات الحمى بيديهم، كل ما يجن جنون كل ما تغفى عيون بتسهر عالحمى وحدود الحمى عينيهم. لما الأرض تنادي رجالك بتلاقينا سيوف بتلمع ما بيغلى الغالي كرمالة، والخيق والغير الخانق ما منركع، سيوف هي نجوم الليل بالليل اللي ما فيه نجوم، وعبسات بترد الويل وبوقفات عز يدوم، كل ما يجن جنون كل ما تغفى عيون بتسهر عالحمى وحدود الحمى عينيهم. رشوا الفل العسكر طل قلوب احتل بإيمانه، وبدو يضل السيف يسل ويحمل كل بلبنانه. رشوا الفل العسكر طل قلوب احتل بإيمانه، وبدو يضل السيف يسل ويحمل كل بلبنانه. تا ترارا ترارا تا 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 عين شريف نزار فرانسيس ينعاد علينا بالنصر ان شاء الله بكل البلدانيه وايام حلوه لجيشنا البطل. شكرا لمشاركتكم بهالحلقه. بفتكر الجينيريك مرق على الهواء وخلص وعم ناخذ زياده عن وقتنا. أوكي. فشكرا لكل اللي حضرونا وشاهدونا. بس موضوع الفنان اذا هو من الكره الارضيه ولا من كوكب اخر، هذا بنوعد الناس بنرجع نشرح نشرح له اياه انا وياك بحلقه. شكرا لحبيبي. نحن بكوكب اخر الله يوفقك. اوكي نزالوا بقى. لا ابدا سوري بعتذر. نزالوا بقى.